حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، واهلا بالساده المشاهدين الذين انضموا الينا عبر قناه الكاس وان في هذه التغطيه المفتوحه والمباشره لوصول الفرق التي ستشارك في النسخه الثانيه هنا في العاصمه القطريه الدوحه لكاس العالم للانديه. وبطبيعه الحال نحن اليوم بصدد استقبال اول فريقين سيصلا الى ارض الدوحه، وهما فريقي اولسان هيونداي الكوريا الجنوبي بطل دوري ابطال اسيا والاهلي المصري بطل دوري ابطال افريقيا لكره القدم. ارحب مره اخرى بمحمد الجزار الصحفي الرياضي، حياك الله مره اخرى محمد، ونتحدث ونواصل الحديث عن الفرق المشاركه في دوري ابطال اسيا الذي سيبدا بالوصول اولا وهو فريق اولسان، نعود الحديث عليه اكثر. كيف تقيم هذا الفريق مشاركته؟ الى اين ممكن ان يصل فريق اولسان؟ طبعا لو هنتكلم عن حظوظ اولسان في مواجهه تيجريس اونال المكسيكي اللي بيشارك لاول مره في البطوله واول مره في تاريخه في كاس العالم للانديه، لانه اول مره اصلا يفوز بلقب بطوله كاس الكونكاكاف بعد خوضه اربع مباريات نهائيه في اخر خمس سنين، فيمكن حظه النحس اتفك اخيرا في اخر بطوله. فبالتالي الحظوظ متساويه، نقول 50-50. صحيح اولسان قبل كده فايز بدوري ابطال اسيا 2012 وكان ليه تجربه في بطوله كاس العالم للانديه، لكن النسخه دي بالذات او النسخه دي بالتحديد نسخه صعبه شوية على فريق اولسان. فريق اولسان بيمر بمرحله تغيير جذري على صعيد الهجوم وايضا على صعيد الجهاز الفني. الفريق غير مدربه الحقيقه، اتعاقد مع المدرب المنتخب الكوري تحت 23 سنه السابق هونج ميونج بدل المدرب كيم دون هون اللي قاد الفريق في دوري ابطال اسيا، وقدر ان هو يعوض خيبه الامل بخساره لقب الدوري الكوري وكاس الاتحاد الكوري امام تشومبوك هيونداي او تشومبوك الكوري في خلال فترة وجيزة جدا، احتل المركز الثاني في الدوري وخسر المباراة النهائية لبطولة كاس الاتحاد بالتعادل ذهابا 1-1 والخسارة ايابا 2-1. فبالتالي الفريق مر بمرحلة صعبة، والمدرب رغم قيادته للفريق لفوز باللقب قال خلاص سلام عليكم. إذن بطبيعة الحال ما زلنا في انتظار فريق اولسان هيونداي في لحظات قادمة بطبيعة الحال يصل إلى مطار حمد الدولي. عندما طوى أولسان هيونداي صفحة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بنجاح، طوى معها مرحلة متميزة قادها المدرب كيم دو هون، ومجلس إدارة أولسان هيونداي اختار في 24 من ديسمبر الماضي رجلا جديدا لما وصفها بالمرحلة الجديدة هونج ميونج بو، كان نجم عصره كلاعب ويأتي الآن ليقود أحلام أولسان للعودة من جديد إلى صدارة الأشد. رجل جديد على رأس الإدارة الفنية لفريق أولسان هيونداي، ما هي التحديات التي يواجهها هذا الرجل محمد؟ شوف عبد الرحمن، هونج ميونج بو مش غريب على لعيبة الأولسان لأنه كان مدرب المنتخب الكوري في بطولة كاس العالم في البرازيل 2014، وعدد من اللعيبة اللي في الفريق كانوا موجودين معاه في المنتخب. راجل مدرب مخضرم، مدرب عنده خبرة كبيرة جدا، سن 51 سنة، قدر ان هو يحقق انجازات لكوريا الجنوبية، انجازات تاريخية الحقيقة. يكفي لما نقول ان هو قدر يقود منتخب كوريا الجنوبية تحت 23 سنة، أول منتخب الأولمبي للفوز بالميدالية الأولمبية أولمبياد الريو 2012، ويمكن دي كان أول ميدالية على الإطلاق في كرة القدم لكوريا الجنوبية، وكان أول ميدالية لقارة آسيا من 44 سنة. المدرب كمان عنده خبرة، درب منتخب تحت 23 سنة منتخب كوريا الجنوبية، وقدر إن هو يوصل بيهم في كأس العالم عام 2009 للدور ربع النهائي، خسروا من غانا، فازوا بالمركز الثالث في دورة الألعاب الآسيوية 2010. فبالتالي مدرب إمكانياته كبيرة، مدرب عنده خبرة، مدرب يعرف إزاي يقرأ المباراة، يعرف إزاي يتعامل مع البطولات الكبيرة زي بطولة كاس العالم للأندية. فأعتقد أنه قدامه تحدي كبير جدا بعد نجاح سلفه في الفوز بدورة هو فأسي. المدرب تحدث محمد يعني في تصريحاته من خلال هذه البطولة، وتحدث بأنه يطمح إلى الفوز بالدوري المحلي. برأيك هل هذه واقعية تحترم أم استسلام مبكر قبل ضربة البداية؟
والله هو خسارة الدوري أصلا بالنسبة لفريق أولسان وجمهوره أمام تشومبوك كانت خسارة كبيرة، كانت صدمة كبيرة جدا، خصوصا أن عقبها كمان خسارة بطولة كأس الاتحاد في نفس الشهر بعد الوقت اللي خسروا فيه بطولة الدوري، في نفس الشهر يخسروا بطولة كأس الاتحاد أمام فريق تشومبوك، فكانت صدمة قوية جدا، ولدرجة أن كل الناس زي ما قلت لك عبد الرحمن انتقدت اللعيبة ووجهت لهم أسهم النقد بشكل كبير جدا قبل حضورهم هنا للدوحة وخد منافسات دوري أبطال آسيا، وده كمان يمكن كان زعل المدرب السابق كيم دون هون اللي كان قال كنت أتمنى الجمهور تكون موجودة معانا وتفرح بتتويجنا ببطولة دوري أبطال آسيا. فزي ما بقول لك بطولة الدوري مهمة جدا بالنسبة لهم، هم حققوا لقب دوري أبطال آسيا. أنت تميل بأنه واقعي أكثر، هي أكثر من هو مستسلم، من كونه مستسلم. هو مش استسلام، لأن أنت برضو في النهاية خلينا نعترف بالفوارق الفنية اللي موجودة، حتى أنت لو اتخطيت عقبة تيجريس أونال المكسيكي هتواجه بطل الكوبا ليبرتادورس، وهتكون صعبة أن الفريق يتخطى في نص النهائي. نعم، دعونا الآن نستقبل عبر سكايب من ألمانيا محمد عبد العظيم المحاضر الدولي أو المحاضر في الاتحاد الألماني لكرة القدم. بداية كابتن محمد، دعنا نتحدث معك بعد التحية عن المونديال الثاني في دولة قطر، على المستويات الفنية المتوقعة في هذا المونديال في ظل جائحة كورونا، كيف ترى المشهد؟ طبعا أهلا بك وأهلا بأستاذنا الكبير أستاذ محمد الجزار. أهلا بك. في الحقيقة أنا سمعت الكلام بتاعه، كلام جميل جدا ومحترم جدا عن نادي أولسان الكوري، مش عارف أنتوا كنتوا تعرفوا ولا لا، أنا بفضل الله عليا ان انا اول بطوله في تاريخ نادي أولسان سنه 96 احرزتها معاه، وبفضل الله علينا يعني طلعنا ثالث اسيا. فالكلام اللي قاله الاستاذ محمد كله كلام صحيح، بس انا هضيف بعض الاشياء. ان طبعا نادي أولسان الكوري او الكره الكوريه بصفه عامه كليج بتلعب او كدوري بتلعب بقاله تقريبا حوالي 10-12 سنة أو 8، يعني بقاله فترة كبيرة إن هو بياخد الدوري رقم واحد في آسيا، وبيتخطى دائما اليابان والسعودية، يعني مع احترامنا طبعا لليابان أو الكرة اليابانية والكرة السعودية والكرة اللي موجودة في الخليج. الفريق الكوري بيعتمد طول عمره على الناحية البدنية بنسبة كبيرة جدا، بيعملوا تكتيك عالي جدا أو بيعملوا الناحية الخططية الحديثة، يعني هم دلوقتي اللي أنا أعرفه إن هم بيلعبوا 4-1-4-1، دايما في تقارب خطوط بالنسبة للناحية الدفاعية، بالنسبة للناحية الهجومية طبعا بينتشروا كويس جدا. جميل. وعندهم كابتن محمد، يعني بغض النظر عن التفاصيل الفنية، أنت برأيك ما هي الفوارق ما بين المدرستين الآسيوية والمكسيكية، ما بين هذين الفريقين تحديدا؟ هل هناك نقاط قوة لكل فريق، نقاط ضعف أيضا؟ طبعا هو الناحية الفنية أو بالنسبة للناحية المهارية بالنسبة للمكسيك أعلى شوية، بيلعبوا ضغط في كل حتة في الملعب، بيلعبوا حماس، بروح عالية بحماس. الناحية الفنية اللي هي اللي نسميها المهارية بالنسبة للاعبين المكسيكيين أعلى شوية، دي حاجة الإيجابية عندهم. الحاجة السلبية إن هم بيندفعوا كتير جدا وعندهم أخطاء دفاعية قاتلة، يعني كله بيحاول يجيب جول أو بيقوم بهجوم في كل يعني مهاجمة في كل مكان في الملعب، وبيسيبوا على حساب الناحية الدفاعية، فممكن يدخل بمعنى أن عندهم ضعف على مستوى الانضباط التكتيكي في أرضية الملعب، صحيح؟ فعلا أيوة تمام. جميل. محمد، هل تشاطر الكابتن محمد عبد العظيم؟ بالتأكيد، أولا برحب بوجود كابتن عظيمة من النجوم الكبار جدا، واسم لامع طبعا في عالم التدريب، وشيء جميل جدا أن يكون أول بطولة للفريق الكوري كان على إيده. فعلا المدرسة المكسيكية أو الكرة في أمريكا الشمالية أو وسط أمريكا دايما بتتمتع بالمهارة الفردية والتركيز على اللياقة البدنية، فعشان كده بقول لك الحظوظ متساوية ما بين أولسان الكوري وما بين تجريس أونال المكسيكي. مباراة هيكون فيها قوة،
مباراه هيكون فيها حماس، الجانب البدني هيلعب دور، الفريق اللي هيقدر ان هو يكمل لحد اللي هيكمل ال 90 دقيقه بنفس القوه بنفس الرغبه بنفس الاراده في الهجوم. لكن اعتقد يا عبد الرحمن ان الضعف او الخساره الكبيره جدا اللي خسرها فريق اولسان برحيل نجراو اعتقد انها هتكون الهاجس الكبير جدا بالنسبه للمدرب هونج ميونج بو ان هو يحاول يلاقي العنصر او اللاعب اللي يقدر يعوض بيه، لان كان زي ما كابتن عظيمه قال اعتماد اولسان دايما على طريقه 4-1-4-1، فبالتالي انت كل التركيز عندك ان انت على راس حربه وحيد ان هو يقدر يسجل الاهداف، يقدر ان هو يخلص لك الماتشات من انصاف الفرص. هي فعلا مباراه انا بشوفها من المباريات اللي هتكون قويه جدا ولا تقل في قوتها عن مباراه الاهلي والاتحاد. طيب. كابتن محمد عبد العظيم، اذا ما تحدثنا وانت يعني احد اللاعبين اللي لعبوا في اولسان هيونداي، ولكن المدرسه الشرق اسيويه تحديدا في اخر عقدين من الزمان تطور هائل وكبير جدا، أصبحوا الآن يعتمدون على السرعة في تناقل الكرة، على الاستحواذ أيضا كما شاهدنا حتى في دوري أبطال آسيا في شرق القارة قبل فترة بسيطة في الدوحة. هذه العوامل الفنية تحديدا يعني أليست من ممكن أن تكون نقطة الضعف نقطة القوة عفوا وتذهب الفريق الكوري إلى نقطة بعيدة ربما؟ أكيد طبعا، يعني في تطور حصل في الفترة الأخيرة في سكان في اليابان أو كوريا زي ما احنا شايفين أو زي ما احنا عرفنا أو عارفين، يعني أن دايما هتلاقي كوريا واليابان عندهم بطاقة دايما في كاس العالم أو في آخر 4 أو 5 كاسات عالم، فبيتطوروا بصورة كويسة جدا جدا، في دايما في كونكشن دايما مع الكرة الأوروبية، يعني مع الكرة الألمانية في نادي شومبوك وفي نادي اللي هو ديجو، دول من أندية اللي عندهم دايما بيعملوا سيمينارات كتير جدا مع الكره الالمانيه، كان هم بييجوا بيعملوا معايشه هنا كمدربين عندنا هنا أو في المانيا او احنا بنروح هناك بنعمل سيمينارات هناك، في تبادل بالنسبه لكره القدم، في مصاريف كتير جدا بالنسبه لكره القدم. انا عايز اقول لحضرتك بس على حاجه، اتفضل عبد الرحمن، ان عارفين ان هو اهم حاجه في الـ في الـ في الـ في الانفستمنت الرياضي او في الاستثمار الرياضي هي طبعا الناحيه الماديه، فانا عايز اقول لك ان في اكبر 12 شركه او مصنع في كوريا هو اللي بيرعى كره القدم، وبعد كده حوالي 8 شركات اللي بعد كده اللي في الدرجة الثانية يعني أو الفئة الثانية هم اللي بيرعوا مثلا الباسكت بول، وبعد كده بيرعوا. اللي أنا عايز أقول لحضرتك إن هونداي يعني لما كنت أنا لعبت هناك كان عندنا حاجات أنا لما لعبت في ألمانيا ما كانتش موجودة لسه عندنا في ألمانيا من الناحية المادية، يعني كانت المصاريف كتير جدا جدا جدا، معسكرات على مستوى عالي، في دايما بيجيبوا لعيبه برضو على مستوى عالي، في احتكاك، بيحاولوا بقدر الامكان، يعني بمعنى بان الضخ المالي كبير جدا في كوريا قد جدا يعني جداً يتجاوز جداً المانيا والدول الاوروبيه المتقدمه على مستوى كره القدم. ولكن خليني اسالك كابتن محمد عبد العظيم فقط يعني بعجاله عن نجراو وغياب هذا اللاعب، كما ذكرنا قبل قليل بانه هداف دوري ابطال اسيا في النسخه الماضيه بالمناصفه مع عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر السعودي، 6 اسيست ايضا في نفس البطوله، يعني ارقام كبيره جدا، الاستغناء عنه اليست ضربه قاسيه جدا للفريق الكوري؟ والله هي ضربه طبعا قاسيه، بس هم يعني بيحاولوا يتعاملوا، هو اكيد كان عنده عقد يخلص في نهايه الموسم، لان الموسم هناك بيبدا في دايما في شهر 3 وبيخلص في شهر 11، فانا متاكد ان هو كان عنده عقد يخلص في نهايه الموسم، وطبعا عمل مباراه كويسه جدا وكبيره في نهائي كاس اسيا وجاب جولين، فاكيد دي برضو ممكن تكون جاب له عرض كويس، وهو مكتوب في العرض بتاعه ان هو هيروح نادي كويس جدا ممكن يعني، فهو ده اللي خلاه ان هو يمشي، وهو كان بالنسبه له اعتقد يعني ان كوريا برضو فرقه كبيره، فرقه يعني كوريا عندها ليج كويس او عنده دوري كويس، انما برضو ممكن ما يسعش طموحاته اللي هي ممكن تكون جاله عقد كويس في اوروبا، خصوصا برضو يعني ان الحياه في كوريا صعبه شويه، يعني انا عشت هناك سنه كامله وخدنا يعني، بس كانت الحياه صعبه شويه، المينتاليتي او الثقافه مختلفه تماما عن الناحيه الغربيه تماما، كانت امريكا ولا امريكا الجنوبيه ولا افريقيا ولا اوروبا،
المينتاليتي مختلف تماما. فانا شايف ان هو يعني هيغتنم الفرصه ويمشي. وطبعا اكيد لنا ممكن متوقع ان اولسان برضه حاول يعطيه برضه بعض الاغراءات اللي يكون متواجد. فاعتقد ان هو برضه ما حبش ان هو يكمل. طيب من خلال خبرتك كابتن محمد، يعني من خلال خبرتك ومتابعتك ايضا لفريق اولسان وهذه المنتاليتي اللي تحدثت عنها، العقلية الموجودة في كوريا الجنوبية، هل تعتقد بأن فريق أولسان بصفته كبطل دوري أبطال آسيا قد يذهب بعيدا، قد يتجاوز عقبة الفريق المكسيكي، أم هذا قد يكون ضربة من ضروب الخيال؟ والله ليه لا، يعني أنا شايف أن الفريق المكسيكي فريق برضه على مستوى عالي، عنده الطموح أنه برضه يوصل قبل النهائي. أولسان عايز يحقق برضه تاريخ بالنسبة له، وعايز يوصل قبل النهائي. يعني كل أنا شايف أن كان الأهلي أو الدحيل أو أولسان أو الفريق المكسيكي كلهم عندهم نفس الطموح أن هم يوصلوا طبعا قبل النهائي. نعم محمد، يمكن بس عايز اضيف بالنسبه لموضوع نجراو، اعتقد ان موضوع التفكير في الناحيه الماديه هو اللي بيخليه هو يفكر في الرحيل عن او هو اللي خلاه ياخد قرار الرحيل عن النادي بعد انتهاء عقده. يمكن كل التقارير الصحفيه بتقول ان عنده عرض من تشانج تشون ياتاي الصيني، واللاعب بالفعل قريب جدا من الانتقال ليه. فيمكن هو الكابتن عظيمه كان بيقول ان هو بيفكر يطلع لاوروبا او يروح نادي كبير، لكن اعتقد ان السن الكبير للاعب وصل دلوقتي 34 سنه، فاعتقد ان هو عقبه كبيره. بفضل دلوقتي مساله الناحيه الماديه، الحصول ممكن انت عارف الصينيين بيدفعوا كتير وبيستثمروا كتير في الكوره. بس كابتن محمد العظيم محمد ذكر لك الان نقطه جوهريه، وقال لك ان الضخ المالي في كوريا الجنوبيه يعني يتجاوز حتى المانيا ودول اوروبيه متقدمه. ممكن هو حصل عرض يعني اكبر. ما اعتقد ان فريق اولسان هيونداي برعايه شركه عملاقه للسيارات تعجز عن زيادة بسيطة للاعب. شوف هو اصلا معروف عن نجراو ان هو لاعب رحالة، دايما كل سنة او كل سنتين تلاقيه في نادي، لحد انه راح لعب في تايلاند، لعب في الصين قبل كده، لعب كمان في البرازيل، يمكن ابرز نادي لعب له كروينسيانز البرازيلي. فعنده تجارب، لعب كمان في كوريا قبل ما يروح لفريق اولسان، لعب في نادي دايجو. فهو لاعب بيحب التنقلات، وممكن ربما عايز يخوض تجربة جديدة. خلينا نقول مثلا لو الناحية المادية متقاربة شوية، لكن يبدو انه اكتفى بالثلاث سنوات. طبعا لحظات ويصل فريق اولسان هيونداي كما نشاهد الحافله جاهزه لاستقبال هذا الفريق اللي حتى الان الطائره لم تصل الى مطار حمد الدولي، ونحن في انتظار استقبال هذا الفريق كاول فريق يصل الى العاصمه القطريه الدوحه في خضم التحضير والاستعداد قبل ايام قليله لانطلاق المونديالتو. بطبيعه الحال فريق اولسان تحدثنا عنه باستفاضه محمد، وتحدثنا عنه بكثير من التفاصيل، ولكن تبقى تفاصيل مهمه جدا، التحضير النفسي للاعبين بالنسبه لفريق اولسان هل سيكون علامه فارقه برايك؟ شاهدنا منتخبنا الوطني عندما فاز بكاس اسيا 2019 كان التحضير النفسي عالي جدا وفي ظروف استثنائيه، هل تعتقد بان التحضير النفسي اصبح في الكره الحديثه يوازي التحضير البدني التحضير التكتيكي؟ دي نقطة مهمة جدا انت اتكلمت فيها الحقيقة، لان اعتقد ان الحضور النفسي والتجهيز النفسي والذهني لفريق أولسان بالتحديد ان ما كانش موجود بالشكل الصحيح والشكل السليم واشتغل عليه كويس المدرب هونج ميونج بو خلال الفتره اللي فاتت، لان ما كانش عنده حاجه يعملها. الدوري خلصان في شهر نوفمبر، بطوله الكاس خلصت في شهر نوفمبر كمان، والفريق خلص مبارياته في دوري ابطال اسيا. بعد كده ما كانش دخل فتره راحه طويله، ما عندوش اي مباريات او احتكاك قوي يخوضه. نعم، فبالتالي كانت الفتره الفاصله او الوقت الزمن الفاصل ما بين بطوله دوري ابطال اسيا وبطوله كاس العالم للانديه كانت كلها تدريبات للفريق الكوري، واعتقد ان كان في تركيز كمان على الجانب النفسي. عايز اقول لك ان حتى بعد الفوز بدوري ابطال الاسيا لازال شبح خساره بطوله الدوري وخساره بطوله الكاس حاضره في اذهان الجماهير واذهان اللعيبه. ويمكن المدرب الجديد اول ما جه ما قالكش كاس العالم للانديه، قال لك لا الكوريان ليج. فدي مهم هتكون صعبه، لكن اعتقد ان ميونج بو عنده القدره ان هو ياهل اللعيبه ويجهزهم ويتعامل بالشكل الكويس. ما تداعيات توقف النشاط الكروي الطبيعي ربما بانتهاء المسابقات الكورية، والآن الوصول تقريبا نتحدث عن شهر ونصف أو تقريبا قرابة الشهرين، ما هي التأثيرات والتداعيات على الفريق؟ هل ستكون عليه بالسلب أم هي راحة تحضير مع مدرب جديد؟
شوف عبد الرحمن، تجربة أزمة كورونا فرضت على عالم كرة القدم سيناريوهات جديدة وواقع جديد جدا. حتى أنت دلوقتي لو ما عندكش مباريات أو ما عندكش بطولات، كل لاعب ملزم ان هو يحافظ على لياقته البدنيه، يجتهد يتمرن بشكل قوي حتى لو هيتمرن في البيت عشان يكون جاهز وقت ما يقول يلا في مباراه يلعب ويكون في حالته الفنيه والبدنيه الكويسه. اي فبالتالي توقف مباريات الدوري او ان انت بتلعب مباريات او بطولات بدون جمهور، اعتقد اللعيبه بدات تعتاد لان الوضع قاعد يتغير في كل انحاء العالم. كل الانديه الكبيره دلوقتي بتخسر وبتتاثر من مساله توقف كورونا، من مساله عدم حضور الجمهور. فاعتقد ان موضوع عدم لعب مباريات كافيه او خوض مباريات رسميه خلال فتره التوقف ما هيكونش حجه لاي فريق ولا اي نادي حتى اولسان الكوري بالذات. نعم، احنا بطبيعه الحال في ما زلنا في انتظار خروج بعثه فريق اولسان هيونداي التي ستصل بعد لحظات الى او وصلت بالفعل الى العاصمه القطريه الدوحه والى مطار حمد الدولي. اذا دقائق ربما ونشاهد واياكم خروج البعثه وخروج اللاعبين. اذهب الى محمد عبد العظيم من المانيا، نفس السؤال كابتن محمد عبد العظيم اللي طرحته على محمد الجزار، ما هي تداعيات توقف النشاط الرياضي الكروي تحديدا على فريق اولسان هيونداي؟ هل سياتي بالسلب ام بالايجاب برايك؟ لا، وطبعا بنسبه كبيره اكيد هيجي بالسلب. طبعا اللعيبه بعيده جدا عن لياقه المباريات، زي ما الاستاذ الجزار اتكلم وقال ان اخر مباراه اتلعبت كانت في كاس اسيا تقريبا 15/12، ودلوقتي بقى حوالي شهر ونص، اكيد خدوا منهم اسبوع او اسبوعين راحه، وبعد كده بداوا يشتغلوا اللي هي طبعا فتره اعداد ومباريات وديه. للاسف طبعا ده مش هيخلوهم يكونوا وصلوا لمرحله كويسه من اللياقه البدنيه او لياقه المباريات، حتى لو كانت بيلعبوا مباريات وديه. فطبعا المباريات الوديه بتختلف كتير جدا عن المباريات الرسميه، فيعني ممكن يكون المدرب بتاعهم بيلعب على حاجه كويسه جدا، وهي الناحيه النفسيه، ان هو يحاول يحفزهم كويس، يوصلهم لمرحله ان دي برضو يعني حدث تاريخي بيحصل كل فتره. برضو في انا شايف ان الكورونا برضو بتلعب دور كبير جدا على انديه كتيره جدا موجوده بالنسبه للمباريات الوديه او الرسميه. طبعا فرقه تيجريس بقى لها 4 مباريات تقريبا او 5 مباريات شغالين في الدوري بتاعهم، فده ممكن يعني يفرق شويه من ناحيه اللياقه، فيعني متشوقين للمباراه. طيب خلينا نتحدث الان، يمكن تحدثنا عن فريق اولسان باستفاضه وبشكل كبير جدا، فقط ننوه قبل ان اطرح عليك السؤال بان نحن في انتظار ايضا تيجريس اللي سيصل الى الدوحه في الساعات الاولى من الصباح. كابتن محمد عبد العظيم، دعنا نتحدث الان عن فريق تيجريس، الفريق المكسيكي. ما هي ابرز نقاط القوه والضعف فيه على مستوى اللاعبين، على مستوى الاستراتيجيه الفنيه اللي يلعب فيها؟ والله عندهم المدرب بتاعهم فريتي بيلعب دايما بطريقه 4-3-3، بيلعبها كويس جدا جدا، وساعات بيلعب برضه 4-4-2. يعني هو دلوقتي يا اما بيلعب 4-3-3 يا اما بيلعب 4-4-2. وهو انا شفت يعني بعض البريشت او الريبورتاج عنهم، بعض التقارير اللي هي اللي موجوده عندهم، لقيتهم فعلا فرقه كويسه جدا. اي نعم مش من عنده حوالي 7 أو 8 بطولات تقريبا كدوري وكاس قبل كده، عنده تاريخ كويس، انما هو من نوعيه او اللعيبه بتاعتهم اللي هي بتضغط في نص الملعب كتير جدا، بيحاولوا في عندهم الجرأه في الناحيه الهجوميه على حساب زي ما قلت قبل كده على حساب الناحيه الدفاعيه. فانا يعني شايف ان ممكن الفريق الكوري او اولسان ان هو يحاول يستغل النقطه دي، خصوصا ان هو بيلعب 4-1-4-1. نعم، فمهم جدا جدا بالنسبه للفريق اللي هو الكوري ان هو طبعا يكون دارس الفرقه. جميل، فرقه تيجريس. جميل،
محمد الجزار، يعني منطقيا عندما يعني تطرح على اي شخص يعني متابع كرة القدم تقول له فريق مكسيكي وفريق اسيوي بيقول لك اكيد المباراة محسومة للفريق المكسيكي. هل تعتقد بان هذا السيناريو هو الاقوى، هو المتوقع؟ شوف والله عبد الرحمن، ما نقدرش نتعامل مع الامور كده، لازم يكون عندنا معطيات ونقول الفريق اللي عنده اوراق هجوميه افضل او الفريق اللي في حالته الفنيه وفي حالته البدنيه. يمكن انت طرحت نقطه مهمه جدا، قلنا ان فريق اولسان ما بيلعبش مباريات من ديسمبر اللي فات على عكس فريق تيجريس اونال المكسيكي. الفريق قبل ما يسافر ويجي على الدوحه طبعا رحله السفر هتكون طويله اكتر من 12 ساعه، لكن لسه لاعبين مباراه الفجر مع فريق نيكاكسا وتقدروا ان هم يتعادلوا 1-1 في الجوله الرابعه من الدوري المكسيكي. فالدوري المكسيكي شغال، اللعيبه عايشه جو المباريات، داخله في جو المباريات، يعني فنيا وبدنيا جاهزين. فيريتي المدرب من المدربين برضو اصحاب الخبره، المدربين اللي هم يعرفوا يتعاملوا مع بطولة زي دي، بطولة كبيرة وبطولة قوية، خصوصا انه درب منتخب المكسيك قبل كده في 2015 و2018 وبدأ مسيرته التدريبية يمكن اكتر من 21 سنة من 99 وهو مدرب، ودرب برضه اربع فرق مكسيكية اخرى غير تجريس اونال، ويمكن هو صاحب الانجاز الاهم والابرز في تاريخ النادي بالتتويج بلقب بطولة الكونكاكاف على حساب لوس انجلوس الامريكي بعد اربع مباريات نهائية خاضها في اخر خمس نسخ. فبالتالي الطموح كبير جدا عند فريق تجريس، الرغبه موجوده بعد الفوز ببطوله كاس الكونكاكاف. طيب، زي ما نقول كده فتحت شهيه الفريق وكل اللعيبه المكسيكيين. طبعا نحن على موعد ايضا مع نهائي برازيلي، خلص على نهائي كاس الليبرتادورس ما بين فريقي بالميراس وسانتوس، سنتعرف ايضا على بطل امريكا الجنوبيه الذي ايضا سيكون طرف من الاطراف الموجوده على مستوى التنافس على هذا اللقب تحديدا. وشاهدنا محمد الموسم الماضي والمباراة الماضية ما بين ليفربول وفلامينغو مدى القوة الكبيرة، مباراة ذهبت إلى أشواط إضافية وشاهدنا تنافس غير عادي ربما لم نشاهده من سنوات عديدة، وهذا ربما ما يعطينا أمل أن يكون هناك منافس حقيقي لبايرن ميونخ. شوف عبد الرحمن، ما فيش واحد بحب كرة القدم في العالم هيقول لك انا ما بحبش البرازيل ولا كرة البرازيل ولا لعيبة البرازيل. البرازيل الارجنتينيين الارجنتينيين لا دي المنافسة بينهم دي قصة تانية، لكن اللي اقصد اقوله لك عموما ان الكرة في مش في البرازيل بس، في امريكا اللاتينية كلها دايما ممتعة، كرة فيها اثارة. كل الناس يعني المباريات، مباراة كوبا ليبرتادورس بتبقى الفجر، تلاقي في ناس سهرانة وبتتفرج وبتحب انها تتابع تستمتع بالفرق الارجنتينية والصدامات اللي دايما ما بتكون بين البرازيليين والارجنتينيين بالتحديد. فبالتالي عايز اقول لك ان القوة الكبيرة جدا لمدرسة امريكا اللاتينية بتعمل اضافة للبطولة، ودايما هم مع بطل اوروبا المرشحين الاقوياء. وحتى شفنا فلامينجو في مباراة نهائي النسخة الماضية للدوري لبطولة كاس العالم الاندية قد ايه تعب ليفربول لحد الثواني الاخيرة، كان التعادل ولجأوا للوقت الاضافي لحد ما فيرمينيو قدر ان هو يحسم الفوز لليفربول. فبالتالي اي خصم سواء سانتوس او بالميراس هيكون ند قوي جدا، واعتقد ان الواقع بيقول نهائي بطل اوروبا بطل كوبا ليبرتادورس. طبيعه الحال فقط وردنا قبل قليل بان فريق اولسان هيونداي قد اتم بالفعل اجراءات فحص فيروس كوفيد 19 وهو الان في صدد انهاء اجراءات الدخول عبر نظام الهجره والجوازات في مطار حمد الدولي. خلال 10 دقائق ربما سنشاهد خروج فريق اولسان هيونداي. كابتن محمد عبد العظيم، دعنا نتحدث الان عن النهائي المرتقب ايضا على مستوى كاس ليبرتادورس والفريق المرتقب الذي سيتواجد، ايهما تفضل على المستوى الفني؟ يعني معلش ثاني، تسمعني؟ تسمعني الان؟ إذا كنت تسمعني، بالميراس وسانتوس على نهائي كأس ليبرتادورس، من منهم تفضل؟ تسمعني كابتن محمد؟ حلو السؤال ده. كابتن محمد تسمعني؟ ما أعرف إذا كان يسمعني. ممكن طيب. شكله انقطع الخط بيننا وبينه، سنعاود الاتصال في طبيعه الحال.
من تفضل؟ خلينا نقلك السؤال، انت من تفضل فيهم؟ انا من مشجع بالمراس على فكره. لا خليك من التشجيع الحين، انا ما يهمني التشجيع. انت تشجع الاهلي واكيد بتكون مع الاهلي، لكن هل الاهلي بياخذ اللقب؟ صعبه. ما انت انا اتحدث الان الفريقين ذيلا. من تفضل؟ فانا بقول لك بالميراس. بالميراس فريق كبير صحيح، سانتوس فريق الاسطوره بيليه، لكن بالميراس ممكن هو يكون الطرف اللي اعتقد هي المباراه هتكون المباراه النهائيه متكافئه، لكن اعتقد من خلال اللي شفناه في مباراتي نصف النهائي بالميراس اكد جدارته بالفوز ذهاب واياب، وعمل مستوى كويس جدا، عنده لعيبه وعنده مدرب مميز الحقيقه. اعتقد انها تكون مباراه قويه ان شاء الله بكره، لكن انا زي ما قلت لك افضل بالميراس لانه من الفرق القويه، واعتقد ان في النهايه الكره البرازيليه كسبانه بوجود احد واحد من فريق برازيلي يعني في نعم. في الدوحه في كاس. كابتن محمد عبد العظيم، بالميراس وسانتوس، من الطرف الافضل فنيا بالنسبه لك؟ والله هما الفرقتين طبعا على مستوى عالي يعني، وبالميراس اكيد فرقه كويسه جدا جدا، واكيد ممكن تغني كمان بطوله كاس العالم، تعطيها برضو غنى فني كده وتبقى منافسه قويه اكيد مع بايرن ميونخ كان في او النادي الاهلي المصري ان شاء الله رب العالمين، او الدحيل او اولسن او اي حاجه يعني، فاكيد هتكون تقلل البطوله. طيب طبعا قبل لحظات فقط وصلت حافله التي ستقل فريق الاهلي المصري، وهو يعني بطبيعه الحال دقائق ايضا ونستقبل الفريق المصري. بالمناسبة كابتن محمد عبد العظيم، بما نحن تحدثنا عن الأهلي المصري، الكثيرون يتحدثون بأن ربما اللاعب السوبر الوحيد الموجود الآن في الفريق بمستوى عالي جدا وهو الشناوي حارس المرمى، هل أنت مع هذه النظرية أم أن هناك أسماء كبيرة ممكن أن تذهب بفريق الأهلي بعيدا؟ لا طبعا، النادي الأهلي نادي كبير جدا بلعبته وعنده أحسن وأفضل مجموعة كتاريخ الأهلي معروف في مصر. الشناوي طبعا في اخر فتره شغال كويس جدا جدا بمعنويات عاليه، يعتبر من احسن حراس المرمى في مصر طبعا وافريقيا. النادي الاهلي برضو عنده لعيبه كويسه جدا برضو لن نفلها يعني، عنده لعيبه مثلا وعلى مستوى عالي وعلى خبرات دوليه، عندنا مثلا نبدا من تحت، عندك مثلا في معلول، في ايمن اشرف، في برضو بنون، في عندك في نص الملعب في الشحات، في كهربا، في افشه، في كمان ديانج، في بواليا جايبينه جديد برضو ما شاء الله عليه، لعيب كويس جدا مع محمد شريف زائد. لا النادي الاهلي عنده لعيبه كويسه جدا، وطبعا بالاضافه للشناوي، فانا شايف ان هم يكون لهم وجود قوي كمان ان شاء الله رب العالمين في البطوله. مش معنى كده ان احنا طبعا يعني بنغفل حق نادي الدحيل، اللي هو انا شايف انه فريق كويس جدا جدا، عنده انتشار عالي، استحواذ، اخر مباراه معنويا كسبان 6-0 يعني او 6-2، فانا شايف ان هي هتكون مباراه كويسه جدا ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا هذه الصور المباشره مشاهدينا الكرام التي تاتينا عبر مطار حمد الدولي، وهنا رحله القاهره كما هي موضحه على الشاشه قد وصلت الى مطار حمد الدولي، وهذه الصور هي بطبيعة الحال صور حصرية لقنوات الكأس الرياضية من خلال مركز الأخبار مباشر. يا أهلاوي، الأهلي تحديدا، نحن على الهواء مباشرة، الأهلي تحديدا أين ممكن يصل؟ والله بصراحة وبعيدا عن العواطف. بص عبد الرحمن، وصول الأهلي للدور نصف النهائي هيكون إنجاز. أولا محمد وبكل صراحة أيضا، هل تتوقع بأنه سيتخطى عقبة التحيل بسهولة؟ لا طبعا، لا مستحيل، واللي يقول كده يبقى بيظلم الأهلي قبل ما بيظلم الدحيل. الدحيل فريق قوي، الدحيل فريق كبير، وعنده الطموح زي ما الأهلي عنده الطموح إن هو يعمل مشاركة كويسة في بطولة كأس العالم للأندية. الدحيل كمان، الدحيل خسران بطولة الدوري بنسبة كبيرة جدا، خلاص نقول السد فارق، الدوري في قطر اتحسم للسد خلاص، فبالتالي والفريق كمان قبلها مودع بطولة دوري أبطال آسيا من دوري المجموعات، فبالتالي كأس العالم للأندية دي هي المتنفس وهي الفرصة بالنسبة للدحيل إن هو يقول لا أنا موجود، ويوري إمكانياته للعالم، فريق ولد
بطل فريق قدر ان هو يدخل موسوعه جينيس للارقام القياسيه بفوزه بلقب بطوله الدوري خلال فتره اول سنه طلع، قدر ان هو يفوز باللقب اكتر من سنه على التوالي، وقدر ان هو يكون منافس قوي جدا وقطب من اقطاب الكره القطريه. فبالتالي المهمه مش سهله على النادي الاهلي. صحيح النادي الاهلي عنده خبره، بيشارك للمره السادسه لبطل افريقيا، لكن ده ما يمنعش ان الدحيل فريق كبير، وكمان الدحيل عبد الرحمن دعم صفوفه باكتر من عنصر من العناصر الهجوميه القويه اللي هتكون خطره على اي دفاع، بدايه من البرازيلي دودو الحقيقه اللي جاي من بالميراس. على فكره دودو من اللعيبه اللي بتقدر توصلك للمرمى بسهوله، وعنده حلول كتير. كمان ايلونجا اللاعب القادم من الدوري الياباني اللي شفناه في مباراه كاس سمو الامير الاخيره، قدر ان هو يسجل 3 اهداف هاتريك ويقدم اوراق اعتماده للمدرب والجمهور والكل، الناس يقول انا هداف فعلا زي ما كنت هداف الدوري الياباني وهداف مع كاشيوا ريسول. عنده برضو الرغبة وعنده الطموح ان هو يكون هداف مع الدحيل. فبالتالي المباراة الحقيقة صعبة جدا على كلا الفريقين. اشوف ان اللي هيكون اكتر تركيز ذهنيا وهيتعامل مع المباراة ويتحمل الضغوط اللي موجودة، لان كل فريق عنده الرغبة، كله دلوقتي بيفكر في بايرن ميونخ. حتى انت بتسأل بدون هل الدحيل او الاهلي هيقدر يوصل لبايرن ميونخ، لكن النقطة الخطيرة جدا ان انت تفكر في البايرن قبل ما تتخطى الاهلي او الاهلي قبل ما يتخطى الدحيل. نعم، طبيعة الحال نحن في انتظار استقبال الفريقين مشاهدينا الكرام، فريق أولسان هيونداي والأهلي المصري، وبطبيعة الحال الفريقين قد وصلوا بالفعل إلى مطار حمد الدولي. ونتحدث الآن عن أحد أبرز النجوم على مستوى النادي الأهلي، هو حامي العرين وقائد الفريق محمد الشناوي الذي يلعب دورا في صفوف الأهلي المصري فوق حراسة المرمى، حقق مع الفريق العديد من الألقاب ويعود له الفضل الكبير في ضمان كأس مصر الأخيرة. كابتن محمد عبد العظيم من كولن في ألمانيا، يقال دائما في كرة القدم بأن الحارس الممتاز هو نصف الفريق، وهو ربما ما يتجسد لديكم في ألمانيا في نوير ومدى القوة الكبيرة اللي قدمها تحديدا مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. الشناوي هل ينطبق عليه هذه المقولة بأنه بالفعل نصف الفريق؟ إنه بس أي حارس مرمى هو يعتبر نص الفريق، يعني هو بالنسبة لكل فريق للفرقة اللي هو الخط يعني الدفاعي الأقوى، وهو الخط الهجومي برضو إذا كانت بتبدأ من عنده الكرة من تحت، فبيفرق كتير جدا جدا، وبيدي ثقة طبعا أكيد للمدافعين وبيدي ثقة للفرقة بتاعته. ينطبق على كل الأندية الكبيرة التي تفوز بالألقاب، ولكن أنا السؤال لك، من هو اللاعب السوبر غير الشناوي اللي ممكن يكون له قوة وله تأثير واضح على الفريق؟ ما أنا أكلمك، يعني إحنا عندك يعني عندك النادي الأهلي في الفترة الأخيرة بيلعب إنك نجم واحد، ما عندناش دلوقتي واحد مميز قوي. النادي الأهلي بيلعب ما عندناش دلوقتي يعني مثلا واحد زي أبو تريكة مثلا، ما عندناش واحد زي محمود الخطيب زمان يعني، إنما دلوقتي أنت عندك النادي الأهلي وهو الكرة الحديثة إنه بيلعب كومباكت وبيلعب النجم الواحد، يعني عندك هتلاقي كل خط الناس كويسين جدا على مستوى عالي، عندك معلول ناحيه الشمال مثلا، عندك محمد هاني الصاعد الواعد ناحيه اليمين، عندك ايمن اشرف، عندك في نص الملعب السوليه، عندك الديانج، عندك حمدي فتحي، عندك شريف، عندك الشحات، عندك اللاعب الصاعد الواعد برضه طاهر محمد طاهر، عندك كهربا خبرات كده، يعني مش عايز اقول لك واحد بس فقط. عندك مجدي قفشه اللي هو دلوقتي يعني بصراحه في الفتره الاخيره قبل بلان حسن جاب بطوله افريقيا، جاي بمعنويات عاليه جدا جدا، اي نعم في مسؤوليه عليه وعلى الفرقه جميعا، طبعا ابطال افريقيا وجايين يمثلوا مصر في كاس العالم وعايزين برضو ياخدوا مركز كويس جدا في انا رافض طبعا ان هم يكونوا جايين بس ان هو تمثيل مشرف
البطولة صعبة جدا، الدحيل على مستوى عالي جدا، فرقة كويسة جدا جدا، أنا شفتها بصراحة فرقة على مستوى بميزان عالي. فني كابتن محمد، بميزان فني تحديدا، من الفريق الأفضل، الدحيل أو الأهلي؟ بكل تجرد. بكل يعني أنا شايف إن الدحيل كويس، الأهلي ممكن يفوز بالخبرات الدولية اللي عنده كبطولات قارية عنده، التاريخ هو ممكن يكسب النادي الأهلي، إنما الدحيل على الفريق على مستوى عالي جدا جدا في اخر 10 سنوات بطولات رائعه وما شاء الله عليهم يعني، انما النادي الاهلي انا شايف ان هو بخبراته القاريه وتاريخه وجمهوره والسوشيال ميديا او السوشيال ميديا ممكن تديله الاحق التاريخ بطولات كتير جدا يعني، برضو حاجه مش المباراه مشوقه جدا جدا، انما وجهه نظري التاريخ نعم هو اللي هيعمل بوش او دفعه للنادي الاهلي. محمد، الدحيل متميز جدا على المستوى المحلي، احرز القاب عديده على المستوى المحلي، بطولات دوري وكؤوس، ولكن على المستوى الخارجي الدحيل لم يحقق النجاحات. هذا السبب نقص الخبره، رهبه البطولات الخارجيه، عدم معرفته بالفرق الخارجيه، وهذا ما قد يؤثر على مباراته مع الاهلي، او ان الان في هذه المباراه ولان البطوله تقام على ارض قطر الوضع مختلف؟ شوف، هي موضوع التمثيل الخارجي ده دايما كان المعضله لنادي الدحيل منذ صعوده لبطولة الدوري نجوم قطر. الفريق دايما كان يبقى متألق محليا ويمشي كويس جدا في كل سنة، لكن تشعر ان في شيء غامض كل سنة، البطولة الآسيوية بتهرب لبعض التفاصيل البسيطة. كان يقال ان عامل الخبرة بسيطة جدا، نعم، لكن دلوقتي الفريق اصبح عنده الخبرة، عنده لعيبة دوليين كتير جدا في كل مركز موجود في الدحيل، عنده لعيب او اتنين لعيبة دولي، بداية من خط الدفاع لحد خط الوسط، سواء بقى لعيبة محترفين او لعيبة مواطنين، وحتى ايضا خط الهجوم عندك هداف كاس اسيا وافضل لاعب ونجم المنتخب القطري المعز علي، جنبه هداف الدوري الياباني ايلونجا، خط الوسط عندنا لويس مارتن جونيور وكان كريم بوضياف قبل ما يتصاب من الركائز الاساسيه في صفوف المنتخب، خط الدفاع بسام الراوي وكان لفتره احمد ياسر المحمدي، علي عفيف اللاعب المنضم حديثا علي مالالا، هي كوكتيل. لكن انا اشوف الحقيقه عبد الرحمن الدحيل فرديا افضل، الاهلي جماعيا افضل، مين بقى اللي هيقدر يستغل الميزه؟ لكن محمد الدحيل لو تلاحظ في بدايه وانطلاقه الموسم كان فريق في عنده مشاكل فنيه كثيره، الان مع صبر اللموشي بدا الفريق يتطور اكثر ويفوز اكثر ويحقق انتصار ويقنع اكثر فنيا. الاستقرار عبد الرحمن، نعم، فتش على الاستقرار، احيانا انت لما بيكون المدرب اللي موجود معاك، شفنا تجربة جمال بالماضي الحقيقة كان ماشي كويس جدا مع نادي الدحيل وكانت الناس سعيدة بما يقدمه، قدر ان هو مع الفريق اكتساح وكان قريب جدا من البطولة الآسيوية، لكن للأسف ما توفقش، جاله عرض الجزائر وهو كان حابب يدرب المنتخب فمشي، الدحيل كان متمسك بيه، بعد جمال بالماضي لم يجد الدحيل ضلته في المدرب المناسب. طبيعة الحال يحمل الأهلي المصري أمال جماهيره في سادس مشاركة له في كأس العالم للأندية، وممثل القارة الإفريقية بلغ المشهد الأغلى عالميا متوجا باللقب الإفريقي التاسع على حساب الغريم مع الزمالك المصري. في سياق التقرير التالي قراءة في مسار الأهلي بطل أبطال إفريقيا. ليس بجديد عليه هذا اللقب، وليس بجديد عليه الحضور المونديالي وسط كبار أندية المعمورة. الأهلي المصري راكم على مدار العقدين الأخيرين تجارب عديدة في دوري الأبطال قادته إلى 9 ألقاب تاريخية في رقم قياسي للقارة الإفريقية. نادي القرن بلغ 9 الإفريقية في موسم شاق واستثنائي فرضت فيه الجائحة قانونها وإيقاعها الخاص. هذا الإيقاع لم يقف في طريق الأهلي الذي حول مروره من دور المجموعات وصيفا للمجموعة الثانية ب11 نقطة، حوله إلى تألق في دور خروج المغلوب، فتجاوز في الدور ربع النهائي الفريق الجنوب إفريقي العتيد ماميلودي سانداونز بهدفين دون رد ذهابا وتعادل بهدف لمثله في الإياب. وأمام وصيف بطل نسخة الفريق الوداد البيضاوي المغربي فرض الأهلي نفسه ذهبا وإيابا. في الدار البيضاء فاز الأهلي بهدفين دون مقابل، وفي القاهرة أكد الأهلاوي أفضليته ب3 أهداف لهدف. بلوغ النهائي 13 في تاريخ الفريق كان تاريخيا نظرا لرقم قياسي أولا ولحضور الخصم الغريم ثانيا. في نهائي مصري خالص وفي سابقة حقق للفريق حلم العودة إلى منصة تتويج القارية بعد 7 سنوات، وسيفتح الآن صفحة جديدة في سجل طموحاته على الصعيد العالمي.
إذن تابعنا وشاهدنا وياكم هذا التقرير الذي وضعنا في صورة أفضل لفريق الأهلي وأبرز الأيام الأخيرة التي مرت على فريق الأهلي المصري. وأعود إلى الكابتن محمد عبد العظيم. كابتن محمد عبد العظيم، يعني محمد الجزار تحدث بأنه على المستوى الفردي يبدو بأن التحيل أفضل، ولكن على المستوى الجماعي الأهلي أفضل. من ناحية فنية تتفق أم تختلف؟ أنا بتفق طبعا معه، طبعا كلام كويس ومحترم وفيها شفافية كمان وتوضيح من الناحية الفنية كان مثل فريق الدحيل أو فريق النادي الأهلي. إنما يعني أنا شايف إن النادي الأهلي زي ما قلت مش عايز أكرر الكلام برضو إنه هو تاريخه وهيشفع له. موسيماني اتكلم كلام كويس جدا قبل البطولة، قال يعني البطولة صعبة إنما ليه ما نفوز بيها؟ أو ليه الأهلي ما يفوز بالبطولة؟ دي معناها نعم. بحد ذاتها أنه هو عنده طموح. طيب سنواصل الحديث طبيعة الحال كابتن محمد، ولكن دعنا الآن نذهب من خلال الصور المباشرة التي سنشاهدها الآن إلى مطار حمد الدولي ووصول أولى البعثات بالنسبة للدوحة، وهي بالفعل فريق أولسان هيونداي يصل الآن ويغادر مطار حمد الدولي في طريقه إلى مقر إقامته تحضيرا واستعدادا قبل 5 أيام من انطلاق المونديالية هنا في العاصمة القطرية في النسخة الثانية. إذن وصول فريق أولسان هيونداي إلى قطر ومغادرته الآن مطار حمد الدولي نحو مقر الإقامة، وتحدي جديد في ثاني مشاركة له في كأس العالم لكرة القدم على مستوى الأندية، وتحدي جديد بعدما تمكن من إحراز لقب دوري أبطال آسيا أيضا هنا في العاصمة القطرية الدوحة لأول مرة في نظام التجمع. وكابتن محمد، عندما تصل إلى أرض البطولة دائما بيكون الشعور مختلف. خلينا نوضح بس ونقول ان التاخير، البعثه وصلت 7، يمكن التاخير ده شويه لان عبد الرحمن في موجود مسؤولين من وزاره الصحه وفريق طبي متكامل هيكون منتظر كل الوفود في مطار حمد الدولي. نوهنا ان اجروا فحوصات الكوفيد. نعم. الان جميع الفرق تجري الفحوصات فورا الوصول. نعم، وبعد ما بتوصل المطار بعدها ب 12 ساعه بتعمل فحص ثاني، فكل الفرق بتخضع للاجراءات دي. فالحمد لله زي ما انت شايف حتى كل واحد ماسك الاوراق بتاعته اللي فيها التاكيد على الالتزام بالفقاعه الصحيه وكده. خلاص اللاعب هيطلع من المطار على الفندق، من الفندق لملعب التدريب، من ملعب التدريب لمباراه. مفيش اي احتكاك زي ما انت شايف، مفيش جماهير موجوده بتسلم على حد، مفيش اعلاميين بيعملوا لقاءات. هو ده نظام الفقاعه الصحيه اللي اتطبق في دوري ابطال اسيا وبيتطبق النهارده في بطوله كاس العالم للانديه. لكن نعود الى سؤالي، وصولك الى ارض البطوله يختلف تماما، تشعر بأن حتى لو كان عندك إحساس أو تفكير وانت في بلادك وتأتي إلى أرض البطولة يتبدل طبعا، وبتختلف من لاعب لتاني واكيد العامل النفسي والعامل الذهني عبد الرحمن بيكون ليه دور. في لعيبه تشعر ان خلاص انا بدات مرحله الجد فبيدخل بقى في مود المباراه، في مود البطوله. في لاعب تاني من وهو لسه طالع من بلده قبل ما يركب الطياره خلاص دخل ان انا داخل عندي بطوله كاس عالم او عندي بطوله كبيره مستعد ليها وجاهز ليها فنيا وبدنيا. لكن اكيد برضه بيبقى لبريق الوصول لارض المعركه زي ما بنقول، لان البطوله بمثابه معركة لهؤلاء اللعيبة المحاربين اللي بيكون عندهم أهداف وطموحات عايزين يحققوها خلال مشاركتهم في البطولة. من هنا بقى يبدأ وقت الجد، وقت التركيز التام. لو حتى طالع التركيز 90% لا، أول ما بيوصل لازم التركيز يكون بنسبة 100%، لأن خلاص الوقت أو الفاصل الزمني ما بين الوصول وما بين أول مباراة ضيق جدا. النهاردة ما هيكونش فيه أي تدريب، اللعيبة هتذهب لنيل قسط من الراحة. من بكرة بقى تبدأ التدريب والإعداد. وفريق أولسان بالذات عليه ضغط كبير جدا وعائق وضغط على عاتقه عبد الرحمن ان هو يبذل جهد مضاعف عشان يكون جاهز فنيا وبدنيا، لان زي ما قلنا ما لعبش مباريات من شهر ديسمبر. بس مدربهم صرح قال انا يعني هذه البطوله صعبه، يعني حرفيا قال هذه البطوله صعبه وانا هدفي احراز لقب الدوري المحلي على مستوى كوريا الجنوبيه. اذا هو لا يضع المونديال، مونديال كره القدم للانديه،
من ضمن خططه يبدو هذا. لا وممكن يكون هو ذكاء من المدرب ان هو مش عايز يعمل ضغط على اللعيبه خلاص انتوا رايحين للبطوله كاس العالم بطوله كبيره مهما وصلنا فيها مش يعني مثلا عبد الرحمن اولسن مش هيجي يفوز بلقب بطوله كاس العالم للانديه مثلا على حساب بايرن او على حساب بالميراس او سانتوس الا طبعا ومش معجزه في كره القدم الا حدثت مفاجاه كبيره فهو بيحاول ان هو يخفف الضغط والاعباء على اللعيبه روحوا الدوحه استمتعوا انتوا خدتوا بطوله كبيره في دوري ابطال اسيا في قطر وقدرتوا ان انتوا تجيبوا اللقب المره دي بقى مكافاه ليكم عشان نرجع لما الدوري يبدا في شهر مارس نكون جاهزين ونقدر ان احنا نستعيد اللقب اللي فاز بيه تشومبوك مره ثانيه فده ممكن يكون ذكاء من المدرب ان هو بيرفع الضغط عن اللعيب. نعم كابتن محمد كيف تشاهد الان يعني الترتيبات التي تم ترتيبها بالنسبة لهذه البطولة من مطار حمد هذا الشق الأول من السؤال الشق الثاني من السؤال هل تعتقد بأن فريق أولسان اليوم عندما يأتي كما ذكر محمد هو يأتي بدون ضغوطات كبيرة أم أن هناك ضغوطات على هذا الفريق على اعتبار أنه بطل أكبر قارة في العالم؟ انا اخذ الشق الثاني من السؤال وهو بخصوص اولسان في كوريا بيعملوا بلان او بيعملوا برنامج او خطه سنويه الخطه السنويه طالما المدرب اتكلم وصرح وقال انا جاي كتمثيل مشرف وهدفي هو الدوري يبقى هو اكيد بيفكر في الدوري نفس الكلام ده حصل برضو معانا سنه 96 في بطوله اسيا كنا بنلعب في الرياض ورايحين نلعب البطولة أنا طبعا كنت متشجع جدا وكان نفسي أخذ البطولة بعد بطولة الدوري كمان معهم إنما للأسف أنا يعني قال لك لا إحنا كان أول بطولة نفسنا ناخد أول بطولة دوري في حياتنا فكان تركيزنا كله هنا بس فأنا قلت يعني حتى ما اتكلمت مع اللعيبة ساعتها قلت طب إيه المشكلة يعني لما يعني زيادة الخير خيرين زي ما بيقولوا فقالوا لا احنا خلاص احنا رايحين السعوديه رايحين نشتغل كويس نحاول ناخد البطوله انما مش هناخد البطوله مش نفس الموتيفيشن او نفس الحماس اللي كان موجود معانا في الدوري احنا في الدوري هناك لعبنا والدوري هناك على فكره صعب الدوري 12 فرقه بتلعب الدور الاول بالنسبه لهم رايح جاي يعني بتلعب 22 مباراه الاول في الدور لغايه شهر 6 بتبدا شهر 7 لغايه شهر 11 بتلعب الدور الثاني 22 مباراه يعني كل فرقه بتقابل الفرق الثانيه ثلاث مرات فكانت البطوله قويه جدا بالنسبه لنا ولعبنا كمان في الكاس لما كان برضو بالنسبه لنا لما حتى ما طلعنا من الكاس كان الموضوع عادي جدا انما لما خسرنا مباراه في الدوري ساعتها كانت الموضوع غير عادي فانا شايف طالما المدرب صرح وقال ان احنا مش جايين ناخد البطوله او مش جايين يعني نوصل لحاجه عاليه بنسبه كبيره برضو يعني مش عايزين برضو نجزم بنسبه كبيره بنسبه 90% ان هم جايين فعلا يعملوا مباراه او بطوله مشرفه بالنسبه لهم. طيب خليني اطرح عليك سؤال ثاني كابتن محمد. تفضل. الله يزيد فضلك، هل تعتقد بان خوض فريق اولسان دوري ابطال اسيا في النسخه الماضيه على الملاعب القطريه وتحديدا في ملعب ابن التعليميه اللي لعب عليه وخاض عليه اكثر من مباراه سيساهم بشكل او بما بافضليه ام ان هذا الكلام هو يعني ليس منطقيا او ليس علميا تحديدا؟ لا بالعكس انت يعني انا كنت ما بلعب كره كانت في بعض الملاعب اللي بروح بتفائل بيها لا انا ما اتكلم عن تفاؤل انا اتكلم من ناحيه تقنيه ان انا كفريق خط بعض المباريات على الملعب سين اذا انا عندي افضليه بينما فريق تيجرس المكسيكي لم يخوض مباريات على ارض قطر ما هي دي انا بكلمك ما هي دي الناحيه المعنويه اللي عنده ان انا جاي عارف الماتش عارف الملعب حافظ الملعب شايف الملعب لعبت فيه قبل كده كل الامور دي كلها امور معنويه او نفسيه فهو مهم جدا بالنسبه له ان هو جاي مكان مش لاول مره انا جيت فيه قبل كده فاحنا كمان كما كنا لعيبه كره في ملاعب نبقى عارفينها وحافظينها يعني هذا يعطي افضليه نسبيه على فريق تيجرس المكسيكي طبعا اكيد طبعا لان هو جاي المكان ده قبل كده وقدر يتعايش مع المكان ده قبل كده وخد فيه بطوله قبل كده يعني اشوف كل حاجه الايجابيات هتبقى عنده كتيره جدا في قطر طبعا ونفس الكلام عايز اقوله برضو لفرقه الدحيل بتلعب في وسط بلدها حافظين الاجواء المناخيه حافظين الملعب حافظين حتى
طبيعة الملعب ذات نفسه، طبيعة النجيلة في قطر لعبت عليها كتير برضو، غير طبعا النجيلة بتاعت مصر، تختلف من هنا لهنا. انما برضو ارجع واقول ان النادي الاهلي خبراته هتفرق معاه كتير. يعني مع هذه النقاط انا اعتبرها نقاط جوهريه اللي انت تحدثت عليها، اختلاف ارضيه الملعب، هل من الممكن خلال 3 أو 4 أيام ان يتعود فريق الاهلي عليها؟ هقول لحضرتك على او حاجة. الفريق المكسيكي او غيرهم. هرجع لك تاني، النادي الاهلي المصري او لعيبه النادي الاهلي المصري كلهم عندهم خبرات، لعبوا بطولات قاريه على ملاعب مش كويسه ولعبوا على ملاعب كويسه. المجموعه اللي موجوده في النادي الاهلي كلهم معظمهم لعبوا كاس عالم، لعبوا في بطولات افريقيا، عندهم مخزون طيب او مخزون كويس من الخبرات. عشان كده انا ما بقولكش التاريخ بمعنى ان التاريخ من 200-300 سنه ممكن اكسب دلوقتي، لا، انا بتكلم على تاريخ اللعيبه اللي موجوده دلوقتي. زي ما الاستاذ محمد الجزار وقال، اكيد لما الانسان لما اللاعب بيجي الارض المعركه فاكيد يعني بيعمل لها حساب تاني. فهنا بتفرق من واحد لاعب عنده خبرات ولاعب ما عندوش خبرات. النادي الاهلي كلاعيبه نادي الاهلي 24 ساعه تحت ضغط. طيب، واللاعب اللاتيني يا كابتن، يعني حتى بايرن ميونخ اتى الى قطر في مرات عديده جدا في معسكرات شتويه، لكن الفريق المكسيكي هل ممكن ان يتعود على هذه الاجواء بسرعه وبسهوله؟ صعب شويه. وناخد برضو، خلي بال حضرتك، انا لما رحت لعبت في كوريا قعدت حوالي اسبوعين علشان اتاقلم، عشان الساعه البيولوجيه بتاعتي تتاقلم. حوالي اسبوعين كنت بنام بالليل واصحى انام بالنهار واصحى بالليل. نفس الكلام بالنسبه للفريق المكسيكي، يعني جاي برضه 7-8 ساعات او احتمال يكون اكتر كمان، فكده تفرق كتير جدا معاه. انما برضه خلي بالك ان الفريق المكسيكي برضه عنده ضغوط، عنده جماهيريه كبيره، بس برضه مش زي النادي الاهلي. النادي الاهلي والسوشيال ميديا والميديا في مصر قويه جدا، ما بتخليه يعني ما بترحمش. انا بتكلم بكل صراحه، ما بترحمش الميديا في مصر الرياضيه، ما بترحمش اي جمهور واحد. جمهور كرة قدم بالعاده عاطفي كابتن محمد، ولكن هل ترى بان جمهور الاهلي تحديدا والجمهور المصري بشكل عام يعني يطالب الاهلي بالبطوله؟ يعني هل ترى هذا الشيء منطقي؟ يعني هو النادي الاهلي وجماهيره بينقسموا الى قسمين. يعني القسم الاولاني عايز الاهلي يصحى يلاقي الاهلي كسبان 5-0، ما عندوش اي عذر. وعندنا فئه ثانيه بتقول اوكي احنا رايحين نلعب برضو بطوله كاس العالم، الدحيه الفريق كويس، بس ده ما بيتسمعش كتير. يعني حتى لو تعدلت حيل بيلعب مع بايرن ميونخ، يعني بايرن ميونخ هو بطل 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 اوروبا، وحاليا هو يعتبر افضل نادي في العالم. طبعا يعني ننقل دلوقتي الموضوع بالنسبه لبايرن ميونخ. بايرن ميونخ شغال بقاله حوالي 10 شهور من الشغل الشاق، يعني حتى من بدايه كورونا والحجر الصحي اللي تواجد جميع اللاعبين او جميع مش بايرن ميونخ بس على فكره، ده في الكره الالمانيه بصفه عامه كله شغال اونلاين. يعني حتى الاطفال الصغيرين شغالين مع المدربين بتاعتهم اونلاين كل يوم. وده شفناه طبعا، شفنا الاثر الايجابي بالنسبه لبايرن ميونخ لما لعبوا في بطوله الابطال ضد طبعا برشلونه، والنتيجه الثقيله اللي هي خدتها برشلونه. طيب اسمح لي فقط، هذه ايضا صور مباشره تاتينا الى جزء اخر من بعثة فريق اولسان التي تغادر ايضا الى الحافله في طريقها الى مقر الاقامه، ونتمنى حظ سعيد حقيقه لجميع الفرق المشاركه في المونديالتو وتحديدا ممثلي الكره العربيه من قاره اسيا، لتحية القطري كبلد منظم، وايضا لفريق الاهلي من افريقيا كبطل تشامبيونز ليج الافريقي. محمد الجزار، ماذا تدلي بدلوك حول هذه النقاط اللي ذكرناها مع الكابتن محمد عبد الله؟ خلينا نوضح بس نقطة، إن كل بعثة مخصص لها حافلتين وليس حافلة واحدة. نعم. فقط عشان مسألة التباعد الاجتماعي ومسألة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فكل البعثات اللي هتوصل مخصص لها عدد اتنين باص. بالنسبة لحديث الكابتن محمد عظيمة، عبد العظيم. نعم، محمد عبد العظيم. أيوه، هو شهرته عظيمة. أوكي.
فبالنسبة لكلام الكابتن محمد جوشوف، جمهور الأهلي موسيماني لما جه وشاف الفريق بعد ما فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، الجمهور تاني يوم قال لك عايزين بطولة الكاس، فازوا ببطولة الكاس، تاني يوم قال لك عايزين السوبر الأفريقي، تالت يوم قال لك عايزين بطولة كاس العالم للأندية توصلوا نهائي، يا جماعة هنلاعب بايرن ميونخ. لا، هو جمهور الأهلي جيناته كده، البطولات بتجري في جيب الجمهور. لكن 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 في منطق محمد في النهاية، يعني ما احترامنا وتقديرنا لفريق الأهلي، فريق كبير وصاحب تاريخ كبير، ما حد يختلف على هذا الشيء، ولكن هل من المنطقي ان انا كمشجع او حتى كمسؤول في النادي اني اطالب اللاعبين لازم تفوزوا على بايرن ميونخ؟ لا، ما هو في فرق، يعني في 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 نهاية المطاف كرة قدم، نعم ما فيها في مفاجآت كثير، لكن فيها ايضا منطق. انا في اول الكلام قلت لك بالنسبه لنا ومن الواقع تغلب النادي الاهلي على الدحيل من خلال المعطيات الفنيه ووصوله لمواجهه بايرن ميونخ، هي دي البطوله بالنسبه لي كده، الاهلي عمل الانجاز، واقول للعيبه تعظيم سلام. لكن ده لو ما حصلش برضه نقول للعيبه برافو عليك، ولازم نعم. دي الرسائل بقى اللي احنا بنوجهها، بنقول للجمهور ايه، لازم تصبروا. يعني انا قبل شويه سالتكم سؤال عن فريق اولسن اللي كنا نشوف صور وصوره قبل قليل، وكنت اتحدث معاكم هل من المنطقي ايضا احنا نقول انه ممكن يتعدى عقبه فريق تيجرس المكسيكي؟ اوكي، فريق تيجرس المكسيكي هو في نهايه المطاف يعني مش فريق لا يهزم، ولكن على الرغم انه يمكن المعلومات اللي عندنا مش معلومات كثيره عن هذا الفريق، ولكن يبقى في النهايه من مدرسه يعني محسوبه، المدرسه المكسيكيه الكوريه على الامريكا الجنوبيه. بص عبد الرحمن، في الكوره او في الحياه عموما مش عيب ان انت تحلم، ومش عيب ان يكون عندك طموح، ومش عيب ان انت تكون عندك الرغبه كبيره ان انت تعمل انجاز، وده اللي بيفرق نادي عن نادي وبيخلي فريق ان هو يرضى بالوضع اللي هو فيه ويقول لك خلاص انا فزت ببطوله او فزت ببطولتين، وبين فريق ان هو الاهلي بقول لك لسه ما عداش 10 سنين والناس بتفكر ان احنا عايزين نبقى نادي القرن في القرن الجديد. هو ده يعني دي قيمه الانديه الكبيره بقى، وقيمه الشعبيه الكبيره اللي بيحققها النادي دي ما بتكونش من فراغ وما بتكونش سهل. ده بيخلي فيه ضغط دايما على الاداره، ضغط على اللعيبه، وزي ما بقول لك اللعيب اللي بيلعب في نادي كبير لازم يكون متحمل لكل الضغوط دي، وعنده مقدره ان هو جاي عشان ويكون عارف كويس ان هو جاي يلعب عشان بطوله، مش جاي يلعب عشان التمثيل المشرف. صحيح الواقع بيقول ان المساله ان البطوله صعبه، وان انت عندك مشاكل في بعض النواحي زي الجبهه اليمين، زي مركز راس الحربه، لسه الاهلي يعني محمد لما المهاجم السوبر ستار. لما نتحدث مثلا عن على سبيل المثال مواجهه الاهلي والاتحاد، نقول انه ممكن الاتحاد يفوز، ممكن الاهلي يفوز، صح، لكن كنت تفوز سواء الاتحاد او الاهلي، اي منهم بيتاهل صعب انه يجاري. يعني فريق صعب. السد، فريق السد لما لعب امام برشلونه في كاس العالم للانديه واحرز المركز الثالث، نهايه مطاف برشلونه هو يعني صعب. عبد الرحمن، انا ما قلتلكش ان هو سهل، انا ولا حد قال ان الموضوع خلاص الدحيل هيروح يقابل البايرن ميونخ او الاهلي هيروح بايرن ميونخ هيقضي على بايرن ميونخ ويكسبه. لا، احنا عارفين ان انت هتلاعب بطل، نتمنى التمثيل المشرف وفريق كبير سواء الدحيل او الاهلي، لكن مسألة التمثيل المشرف دي برضو أنا عايز أقف عليها. اللي هيقول أنا جاي عشان التمثيل المشرف أحسن له يقعد في البيت. ما فيش حاجة اسمها تمثيل مشرف، في حاجة اسمها كورة، في حاجة اسمها 90 دقيقة و11 ضد 11. أنت من الجزء الثاني تكلم عنه الكابتن محمد عبد العظيم، إن لازم تفوز وتجيب البطولة حتى لو أنت برضو أي أنا كان الفريق. أنت مش قادر تسوي. أنا بقول لك مش بقول لازم تفوز، أنا بقول لا، خلي عندك طموح، قاتل، ابذل كل ما عندك من أنا أتفق معك. مستسلم. أنا أتفق معك في جزئية إن إذا أنت تدخل الملعب وهدفك مش الفوز لا تشارك. أنا أتفق معك في هذه النقطة. ماشي. ولكن إني أنا أتجاوز ليفاندوفسكي على سبيل المثال. ليه لا؟ هل الأهلي فاز على ريال مدريد قبل كده وفاز على بايرن ميونخ قبل كده؟ مش قصة، مش العملية، ما فيش حاجة اسمها مستحيل في كرة القدم، لازم اللاعب. يعني أنت مقتنع إن الجيل الحالي في الأهلي نفس الجيل اللي فاز على ريال مدريد وغيرها من الفرق؟ لا، ما أنا يختلف أيضا. أنا قلت لك إيه يا عبد الرحمن؟ الجيل ده حتى لو خسروا من الدحيل، الفريق ده خسر من الدحيل، لازم جمهور الاهلي يصبر على الفريق ده ويدعمه بقوه، لان دي مرحله تكوين لجيل جديد. الاهلي بيبني فريق جديد للمستقبل. الفريق ده كمان عمل حاجه كويسه، قدر ان هو يفوز ببطوله الدوري، قدر ان هو يفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، قدر ان هو يفوز ببطوله كاس مصر. فانت لما بتكون بتبني وبتعمل بتشكل جديد وبتفوز بالبطولات في نفس الوقت، دي حاجه عظيمه جدا. القصد انا مش بقول لك بتحمس ولا ان انا نكسب بايرن ميونخ، لا،
لازم الاول تفكر في ان انت تتخطى المباراه الاولى قدام فريق الدحيل او العكس الدحيل قدام الاهلي، ونتمنى طبعا التوفيق لكلا الفريقين اللي يقدر ان هو يعدي يوصل لابعد مرحله في البطوله. لكن انا اقصد ان انت ما تدخلش مباراه وانت مستسلم. دايما لاعب الكره لازم يكون عنده ثقه بنفسه وعنده رغبه وعنده اراده وعنده حماس ويلعب، لان البطولات دي فرصة لكتابة التاريخ. انت بتشارك في بطولة زي كده، العالم كله بيتفرج عليك، احنا عاملين استوديو دلوقتي والناس عمالة تتفرج علينا والجماهير رايحة، العالم كله بيشوف اللي بيحصل ده. فدي بطولة مش سهلة، دي بطولة لازم كلنا نتعامل معها وكل اللعيبة تدخلها بكل قوة بكل رغبة وبكل حماس انها تكتب تاريخ ليها والانديتها لبلدها. طبعا الفريق اللي بيلعب دلوقتي ما بيمثلش نفسه، الاهلي ما بيمثلش الاهلي بس، الاهلي بيمثل مصر وبيمثل افريقيا، الدحيل ما بيمثلش الدحيل بس، الدحيل بيمثل الكرة القطرية كاملة وبيمثل اسيا مع فريق أولسان هيونداي. فبإذن الله التوفيق لكل الفرق ونشوف بطولة قوية، وزي ما بقول لك فرصة لكتابة التاريخ. المحمدين كابتن محمد جزار وكابتن محمد عبد العظيم، اتمنى انكم تبقون معي. سنذهب الى فاصل قصير مشاهدي الكرام، ومن ثم العودة للحديث أكثر عن ما تبقى من الفرق التي ستصل بطبيعة الحال وأبرزها فريق الأهلي المصري. إذن فاصل ونعود. سمعة كأس سمو الأمير الليلة 9:30 بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس. مربط الفرس الاثنين الساعة 10 مساء بتوقيت الدوحة مباشرة على قنوات الكاس.
في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم. تيغريس أونار المكسيكي يواجه أولسان الكوري الجنوبي الخميس الساعة 5 مساء بتوقيت الدوحة على قنوات الكأس المشفرة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة والمفتوحة لوصول الفرق إلى مونديال قطر 2021 لمستوى الأندية في هذه النسخة الثانية على التوالي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة. وجد الترحيب بضيوفي محمد الجزار أحد القنوات الكأس الرياضية والصحفي الرياضي. نرحب فيك مرة أخرى محمد. أهلا بك عبد الرحمن. كذلك الكابتن محمد عبد العظيم من كولن في ألمانيا اللاعب السابق لفريق أولسان هيونداي واللاعب المصري المعروف. نرحب فيك مرة أخرى وأبدأ معك كابتن محمد عبد العظيم. أهلا بك. نتحدث الآن عن الأهلي المصري. كما شاهدنا وإياك والسادة المشاهدين قد بالفعل استقبلنا فريق أولسان هيونداي الآن في انتظار الأهلي المصري. تعال الآن نتحدث عن الناحية الفنية لفريق الأهلي وتحديدا المحترفين والتر بواليا، ألبو ديانج، وبندر بينون، وجونيور أنامبي. هل تعتقد بأن هؤلاء المحترفين الأربعة قادرين على إضافة كبيرة لفريق الأهلي؟ ده محمد انا. ايوه انت. ما احنا ما شاء الله اثنين محمد موجودين في الاستوديو يعني. طبعا اكيد يعني انا شايف ان معلول عامل مهم جدا جدا وعنصر مهم جدا جدا في النادي الاهلي من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه، وبيأثر تاثير ايجابي بحت. يعني انا شايف اخر 3 او 4 سنين منذ وصول معلول للنادي الاهلي ناحية الشمال أو ناحية اليسار بقت قوية جدا جدا من ناحية دفاعية ومن ناحية الهجومية. بواليا يعني ممكن أشوف أنه ممكن ما يقدرش في البطولة دي يدينا كتير، أو ممكن تكون عكسية، ممكن تكون هي البطولة بتاعته، لأنه طبعا اللي أنا شايف أنه ما قدرش يتأقلم كتير مع النادي الأهلي لأنه بقى حوالي أسبوعين بس متواجد في النادي الأهلي، فممكن يكون برضو معاش نسميها الأجواء بتاعة النادي الأهلي وبطولات النادي الأهلي واحتفاليات النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي وضغوط النادي الأهلي والإعلام على النادي الأهلي والسبوت على النادي الأهلي. فأنا شايف أنه هو ممكن يعني سلاح ذو حدين بالنسبة لبواليا. في طبعا في بنون، لكن يعني يبدو من التعاقد يا كابتن محمد مع بواليا تحديدا 4 سنوات أن النادي يعني يرى في هذا اللاعب أنه لاعب سوبر، والا ما تعقد معاه لاربع سنوات. النادي الاهلي النادي الاهلي شايفها من ناحيتين. اولا هو من ناحيه استثماريه، لو الواد لعيب كويس جدا استفيد منه وليه لا في الفتره اللي جايه سنه اتنين وممكن بعد كده استثمر فيه واجيب حد مكانه، او ان انا برضو يعني سوري النادي الاهلي متاكد ان هو خامه كويسه وممكن يطلع منه حاجه كويسه، عشان كده اديله 4 سنوات من ناحيتين، يا اما في استثمار يا اما هيكمل معايا وبعد كده اديله تاني زي معلول بالظبط. معلول اول لما جه تقريبا عامل عادي بتاعه، كنت انا متواجد ساعتها في النادي الاهلي، عامل تقريبا 3 سنوات العادي بتاعه، ولغايه دلوقتي ما شاء الله عليه شغال كويس جدا، وهو اللعيب ملتزم وعلى مستوى عالي ويستحق بصراحه يعني، وهو ده المطلوب يعني. طيب الى جانب محمود كهرباء وافشه ايضا، من سيشكل القوه الهجوميه للفريق بالنسبه للنادي الاهلي؟
بيلعب 4-2-3-1 صريحة زيه زي بايرن ميونخ، ويختلف عن الدحيل اللي بيلعب تقريبا صابر لموش بيلعب 4-4-2 اللي انا شفتوهم يعني كده. النادي الاهلي بيلعب ب 3-4-2-3-1 بقاله حوالي 5 أو 6 سنوات، حافظ الطريقه دي جدا جدا. في الناحيه الهجوميه بيبقى 4-2-3-1، حتى ممكن يوصلوا 2-4-3. انا طبعا سامع، انا مش شايف بس انا سامع طبعا جماهير النادي الاهلي يعني بيرحبوا طبعا بوصول النادي الاهلي. نعم طيب محمد جزاء، انا سامعه يعني يعني الى حدود اللحظه، هل تبدو خيارات المدرب بيتسو موسيماني ناجعه على المستوى الهجومي؟ شوفوا الاهلي، خلينا نعترف ونقول، ويعني مش هنقدر نقول غير الحقيقه، ان الاهلي بيعاني هجوميا. عبد الرحمن ما عنده راس حربه صريح الاهلي. صح نعم نعم، الاهلي بيعاني هجوميا بشكل واضح جدا. مروان محسن رغم اجتهاده في بعض الاوقات، لكن مش على الطموح او ما بيرضيش غرور جمهور النادي الاهلي. الاهلي تعود على نجوم كبار في خط الهجوم، بدايه من الاسطوره محمود الخطيب لحد اخيرا ابو تريكه، عماد متعب، الناس اللي هي راس الحربه بيبقى هو السوبر ستار. اللي مخلي النادي الاهلي ما عندوش السوبر ستار او ما فيهوش اللعيب السوبر ستار اللي نقول ان هو يخطف النجوميه من الكل، رغم ان فيه لعيبه زي قفشه زي ما انت قلت من شويه، كهربا كتير، كهربا محمد الشناوي، لكن راس الحربه بقى الهداف اللي هو يخطف نفسه ابو تريكه مثلا. مش ده لحد دلوقتي الاهلي ما وجدش ضغط فيه. اتفق معايا محمد ان جمهور الاهلي تحديدا، واحنا حتى يمكن كمتابعين للكره المصريه، يعني ما تعودنا الاهلي انه يكون بدون راس حربه يعني سوبر ستار لاعب كبير. تتفق معي في النقطة هذه؟ من دايما الحاجات اللي هي بتميز النادي الأهلي الجناحين الجامدين الأقوياء ورأس الحربة، لكن الأهلي في الفترة الأخيرة مع تقديرنا للمجهود اللي بيبذله محمد الهاني، لكن تشعر وكأنه مكسور الجناح. فإضافة إلى مركز رأس الحربة، في محاولات لتعزيز المركز ده، التعاقد مع والتر بواليا صحيح لسه اللاعب ما تفجرتش طاقاته، ما ظهرش بالصوره اللي مطلوبه، عليه ضغوط كبيره جدا. والتر بواليا جاي من اول يوم الناس عايزاه كل ماتش يجيب جونين وثلاثه. محمد شريف لعيب تحديدا هاي النقطه اللي سالك فيها، محمد شريف ايضا هل هو يعني راس الحربه المتاح الوحيد الان؟ هو المتاح. ومروان محسن اصبح دلوقتي موجود على دكه الاحتياطي، وحتى مروان لما بيشارك ما اثبتش او ما قدرش يعوض اللي كانوا قبل كده. محمد شريف لعيب مجتهد، لعيب لسه 24 سنه، النادي بعد تألقه كان عقده سنتين، مدد عقد محمد شريف لمده 4 سنين. لاعب بنشوفه في مباراه بطوله الدوري، لعيب عنده الحته اللي هي نقدر نقول عنده الحساسيه المهاجم الهداف، لكن لازم حد يسند معاه. عايز اقول لك سأعود في النقطة هذه، لكن هاي يعني الصور الأولى التي تأتينا مباشرة من مطار حمد الدولية على وصول بعثة الأهلي، وفي طريقها الآن لمغادرة المطار متجهة إلى مقر الإقامة. وطبيعة الحال كما ذكرنا واستثنى مشاهدين كرام سابقا بأن جميع الفرق الواصلة إلى مطار حمد الدولي تخضع لإجراءات طويلة نوعا ما، وهذه الإجراءات بسبب جائحة كورونا، وبداية حماية لهذه الفرق وحماية لبقية الأندية المشاركة تبدأ هذه الإجراءات بفحص فوري لكوفيد 19. يتكرر هذا الفحص بعد مرور 12 ساعة على وصول الفريق وحتى ما قبل المباراة مباشرة، ووجود تقنيات الآن حديثة محمد للكوفيد، 10 دقائق أو ربع ساعة بالكثير تكون النتيجة حاضرة وجاهزة، وهذا ربما يوفر الكثير من الوقت على يعني الكادر الطبي الموجود وأيضا على الفرق. أنا هتكلم الحقيقة عن تجربة، أنا خضعت لتجربة الفحص في المطار لما كنا مع اللجنة الأولمبية القطرية في مسقط لحضور اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.
في طريق العودة أو لدى وصولنا لمطار حمد. أنا وزميلنا كان الأخ العزيز رجائي فتحي خضعنا للفحص الطبي والمسحة في وقت وزمن قياسي جدا وغادرنا، والحمد لله جات لنا بتم إعلان النتيجة على الفور، وبتخضع بعد كده للحجر، لكن الفرق مش هتكون خاضعة للحجر لأنها عاملة فحص قبل ما تيجي، وهتعمل فحص دلوقتي وفحص بعد 12 ساعة. فالحمد لله الإجراءات مميزة جدا، وزي ما قلت لك يمكن قطر كان ليها تجربة مميزة جدا في موضوع التعامل مع فيروس كورونا، قدروا ان هم يسطحوا المنحنى ويقدروا ان هم يقل عدد الإصابات، ولما حدث وفي بدأت الأعداد تزيد بدأ بيبقى في إجراءات مرة تانية. فالحمد لله في شغل كبير جدا مبذول من الدولة ومن وزارة الصحة العامة، وفي تنسيق وزارة الصحة العامة بتنسق مع اللجنة المحلية المنظمة باستمرار، وكل الفرق بتلاقي لدى وصولها لمطار حمد الدولي في فريق كامل من وزارة الصحة ومن الناس اللي هم المسؤولين عن إجراء الفحوصات وإجراء المساحات الخاصة بالبي سي آر. فإن شاء الله الأمور تسير على ما يرام، ويمكن كنا شفنا على الشاشة الأستاذ محمد جمال الجرحي عضو مجلس الإدارة، فالحمد لله كده نطمن كل الناس في مصر وكل جمهور النادي الأهلي في الدوحة إن البعثة الحمد لله وصلت بسلام، هي بس مسألة إنهاء الإجراء والفحوصات للإطمئنان على سلامة الناس. يمكن كان في كلمة كويسة جدا للدكتور عبد الوهاب المصلح مستشار وزير الصحة للشؤون الرياضية والطوارئ، قال السلامة أولا هي ما تهمنا في وجود الفرق الرياضية ومن خلال المشاركات الرياضية. الموضوع بالنسبة لنا احنا بنحاول نوفر بيئة آمنة لكل الرياضيين اللي موجودين. نعم. فده شيء مهم يعني. سنواصل الحديث معكم مشاهدينا الكرام على الكاست 1، بينما ستتابعونا على الكاست 2 برنامج عنة مرمي. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل الحديث معكم عن وصول فريق الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة. في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، الدحيل القطري يواجه الأهلي المصري الخميس الساعة 8:30 مساء بتوقيت الدوحة على قنوات الكأس المشفرة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الأخير من هذه التغطية المباشرة التي نواكب من خلالها وصول الفرق إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2021. وأرحب مرة أخرى بضيوفي الكابتن محمد عبد العظيم من مدينة كولن الألمانية، وأيضا محمد الجزار هنا الذي يرافقني منذ بداية هذه التغطية وانطلاقة من استديوهاتنا في قنوات الكأس الرياضية من مركز الأخبار. كابتن محمد عبد العظيم، تحدثت مع محمد عبد الجزار عن اللاعبين المحترفين الموجودين في فريق الأهلي، هل يعني أريد أن أطرح عليك السؤال ولكن بصيغة أخرى، هل هؤلاء اللاعبين سيتمكنون من إحداث الفارق الكبير على مستوى المواجهة الأولى أمام التحيل، وفي حال تخطى التحيل المواجهات المتبقية وتحديدا أمام بايرن ميونخ؟ خلينا بس في الأول قبل ما نخش في الجزئية دي أتكلم على نقطة مهمة جدا جدا كان يتكلم فيها الكابتن الأستاذ محمد الجزار، وهي أيام أبو تريكة ومتعب اللي هم كانوا هدافين كبار، طبعا ما زالوا ما شاء الله لهم تاريخ كبير. إنما أنا عايز بس أوضح في حاجة، إن النادي الأهلي كان في الفترة دي مع خوزيه كان بيلعب بطريقة 3-5-2، وكان هنا بيلعب باثنين مهاجمين اللي هو كان عماد متعب ودايما مع أبو تريكة، فدايما وكانوا دايما من ناحيه اليمين والشمال كانوا بيلقوا مساعدات، او من كان ساعتها في احمد فتحي او الله يرحمه كان في محمد الله يرحمه كان محمد عبد الوهاب،
فدول كانوا مهمين جدا بالنسبه. طيب حدثني الان عن الفريق يا كابتن، حدثني. نحن نعلم هاي الاسماء اللي ذكرتهم نجوم كبار. اكلمك اتفضل. انا بكلمك دلوقتي ان احنا النادي الاهلي بيلعب دلوقتي 4-2-3-1. لما تيجي تشوف النادي الاهلي هتلقى عندنا في مواصفات كثيره جدا للاعب اللي هو نمره 9 او اللاعب اللي هو الراس حرب. في ممكن واحد يكون هداف بس، في ممكن واحد يكون محطه، في واحد يكون بيسند بس، في واحد كذا، في كذا نمط من اللاعبين. انما النادي الاهلي عنده لعيب مثلا عنده مروان، كان عنده مروان، في محمد شريف، في بواليا. ممكن اللعيبه دي على فكره ما تجيبش جوال، بس هيكونوا عامل مساعد جدا لاحراز الاهداف. لما تيجي تشوف 4-2-3-1 هتلاقي معظم الاهداف اللي بتيجي للنادي الاهلي يا اما الشحات، يا اما كهربا، يا اما ممكن محمد طاهر بيخش، طاهر محمد طاهر بيخش ويجيب، يا اما قفشه اللي جاي من، نعم لا كمل كابتن اتفضل، يا اما جاي من ورا لقدام اللي هم القادمون من الخلف، اللي هم القادمون من الخلف. فهنا بتختلف بس في الطريقه 4-2-3-1 غير 3-5-2 او غير 4-4-2. 4-4-2 برضو هتلاقي ان في عندك اثنين مهاجمين دول ممكن فيهم واحد 9 واحد 11 واحد هداف بنسبه كبيره، واحد يكون اتفضل. نعم، دعنا الآن ننتقل إلى مطار حمد الدولي حيث مراسل قنوات الكأس عبد الله العمادي. عبد الله، شاهدنا قبل قليل في الصور اللي كنا نشاهدها عبر الشاشة يعني فرحة كبيرة من قبل جماهير الأهلي تحديدا، وقد تكون هذه الجماهير في المستقبل مستقبل البطولة علامة فارقة، ولكن أنت تعيش اللحظات، ماذا يمكن أن تضيف؟ شكرا لك زميلي في الاستديو ولضيوفك الكرام. إذن متواجدين حاليا في مطار حمد الدولي، وقبل شوي نفس ما شاهدنا وصول فريق أرسنال هيونداي والاستعدادات اللي جاهزة من مطار حمد الدولي، والآن وصول وفد وفريق الأهلي المصري ووفود الجماهير اللي قاعدين نعيش اللحظات اللي معاهم حاليا على أرض الواقع، والحماس اللي موجود. الحماس بدأ من مطار حمد الدولي قبل ما أيضا نشوفه في أو على أرضية الملعب. الوصول راح يكون موجود، الاستعدادات كانت جدا رائعة، وجود ما نقول العملية بشكل مطلق كانت جدا سلي وسريعة مع جميع المشاركين في هذه البطولة وفي هذه الخدمة. فالكل يعطيهم العافية على هذه الجهود والأجواء الحماسية اللي قاعد نشوفها أيضا أو قاعد نسمعها بالأصح برا، واللي راح ناخذ لقطات أيضا من الاستوديو ونخليكم دوم تعيشون معانا اللحظة مع كاميرات قنوات الكأس. وحاليا راح نشوف لحظات قليلة وصول وخروج الوفد، وفد نادي الأهلي المصري، من الجوازات إلى الباصات. إذن نشاهد وإياكم هذه الأجواء الحماسية. عبد الله، يعني هذه الأجواء لم تتوقف منذ تقريبا قرابة الساعتين، يعني نحن يعني كنا على هواء مباشرة منذ الساعة 7 وحتى الآن لم تتوقف هذه الجماهير عن الهتافات، عن التشجيع، تبدي سعادة كبيرة بوصول فريقها الأهلي التي ربما لم تشاهدها بسبب أيضا ظروف الجائحة، لم تشاهد مباريات من أرض الملعب لفريقها منذ فترة طويلة. صحيح، هذه نفس ما نقول عودة الأبطال وعودة الشامبيونز والعودة من قطر وملاعب كأس العالم واستعداداتها اللي موجودة مع بطولة كأس العالم للأندية 2019 في حلولها في سنة 2020، والهتافات اللي موجودة، الهتافات الجميلة، هذا عشق كرة القدم، هذه جماهير اللي تعشق بمعنى الكلمة كرة القدم. هذه اللحظات اللي نشوفها نستمتعها معاكم. نعم، عبد الله العمادي كنت معنا من مطار حمد الدولي، شكرا جزيلا لك، وسنعود اليك في حال وجود اي جديد بطبيعه الحال. نعود للحديث اكثر عن كاس العالم للانديه. حمد، دائما يقال بان الفريق القادم من اوروبا هو البطل ما قبل بدايه البطوله، هذا الكلام ينطبق ايضا على هذه النسخه؟ والتاريخ كمان بيقول كده، التفوق الاوروبي على مدار البطوله منذ اعتماد نظامها الجديد، دايما ابطال اوروبا هم المتفوقين. واعتقد ان النسخه دي كمان عبد الرحمن الحقيقه نقدر نقول ان بايرن ميونخ هو الاوفر حظا للتتويج باللقب، خاصه ان بايرن ميونخ الحقيقه عامل مستويات كويسه وعامل موسم ولا اروع، وبيفكر جاي الفريق ان هو عايز يجمع السداسيه، الفاز بالدوري المحلي، الدوري الالماني البوندسليغا، بطوله كاس المانيا، بطوله كاس السوبر الالماني المحلي، دوري ابطال اوروبا، كاس السوبر الاوروبي. فبالتالي الـ عايز يبقى ختامها مسك بالفوز ببطوله كاس العالم للانديه.
البايرن ميونخ هيقابل الفائز من الاهلي والدحيل، يقدر ان هو ايضا يتغلب عليهم الا اذا حدثت مفاجاه كبيره. وانا دايما ما بحبش ان انا اجزم في مساله اقول ان في مباراه محسومه، لان كل شيء وارد. ويمكن قبل شويه اعلن بايرن ميونخ ان في تقريبا 3 لعيبه من الركائز الاساسيه في الفريق هيغيبوا وما هيحضروش للدوحه بسبب اصابتهم بفيروس كورونا. ممكن موضوع زي ده يربك الحسابات ويلخبط الحسابات ويرفع سقف الطموحات. نستذكر الهلال في دوري ابطال اسيا، صحيح، يعني خرج من البطوله بقرار اداري عشان دي طبي تحديدا. دي النقطه بقى اللي بقول لك عليها عبد الرحمن، لاعب الكره اخطر حاجه على لاعب الكره ان هو يدخل في دائره الياس او يستسلم. لو اللاعب دخل، لاعب الكره بالذات لو دخل او الرياضي لو استسلم او دخل في دائره الياس، فده معناه نهايه مسيرته الرياضيه او مسيرته الكرويه. ابدأ اتجاوز انت بس عقبة المرحلة الاولى، وبعد كده فكر شوف هتعمل ايه قدام بايرن ميونخ. هل بايرن ميونخ ممكن يجي بالصف الثاني؟ ممكن ما يجيش بصفوفه مكتملة؟ كل شيء وارد. وانت في ظروف دلوقتي كورونا دي درس لينا، علمتنا كتير جدا ان لازم نؤمن او نغير قناعتنا. نعم. بحاجات كتير حوالين، حاجات كتير جدا. فان شاء الله باذن الله انا متفائل جدا ان احد الفريقين العربيين يوصل مباراة نهائية. نعم كابتن محمد عبد العظيم، كورثيانز اذا يبدو مش جاهز، سنواصل الحديث معك محمد. كورثيانز في 2012 حقق اللقب على حساب تشيلسي، صحيح، تشيلسي في تلك الفتره كان اولا بطل دوري ابطال اوروبا، كان مستوى ايضا من المستويات العاليه جدا، ولكن تمكن فريق من خارج اوروبا من تحقيق اللقب. هذا السيناريو يعني منطقيا مش ممكن يتكرر، مثل ما ذكرت النقاط الجوهريه اللي ذكرتها، هناك 3 اصابات بفيروس كورونا للاعبين بايرن ميونخ، هذا العدد يعني مرجح للازدياد ايضا. شوف السنه اللي فاتت او النسخه اللي فاتت سنه 2020 فلامينجو كان ممكن يعملها قدام 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 ليفربول. دايما فرق الكوبا ليبرتادورس او فرق امريكا اللاتينيه هي اللي بتدي لك التفكير ان انت تقول هل ممكن نشوف بطل جديد او بطل مختلف غير البايرن. الرجاء المغربي قبل كده بذكر بايرن ميونخ في 2013 وصل الرجاء المغربي للنهائي وخسر من البايرن، فكل الامور وارده. ممكن نشوف بطل امريكا اللاتينيه في المباراه النهائيه وممكن يفوز على البايرن، او ممكن نشوف ان فريق من الاهلي او الدحيل يطيح بالبايرن. انا بقول لك كل شيء وارد في كره القدم، ولازم ما نجزمش بشيء لان كل الامور وارده. مين كان يقول اصلا ان بايرن ميونخ يكسب برشلونه 8؟ فيعني الحقيقه البطوله انا اتوقع المستوى الفني هيكون فيها عالي، اللعيبه هتكون كل تركيزها على الكره بس، ما فيش اي خروج عن دائره كره القدم بس بسبب موضوع الفقاعه. لكن هذا ايضا يعتمد على قوه الفريق القادم من امريكا الجنوبيه ايضا. نحن حتى الان لا نعلم من هو الفريق القادم من امريكا الجنوبيه، وبالتالي مستويات الفريقين الموجودين حاليا على النهائي دوري ابطال امريكا الجنوبيه، بالتالي هذا يعتمد ايضا على هذا المستوى. صحيح. ايضا ما سيقدمه فريق تيجيرس المكسيكي ايضا هذا يعتمد، قد يقدم مستويات مفاجئه محمد. صحيح، يعني هو سواء بالميراس او سانتوس اللي هيكون موجود فيهم هيكون طبعا خصم قوي وند قوي جدا للفريق اللي هيواجهه في الدور نصف النهائي، سواء تيجاريس او اولسان هيونداي. لو قدر فريق سانتوس او بالميراس يتخطى عقبه الفائز من المباراه الاولى هيوصل للمباراه النهائيه وهيكون هيصطدم ببايرن ميونخ. كل الامور دي بتتوقف عبد الرحمن الحقيقه على ظروف المباريات واجواء البطوله هتكون عامله ازاي. نعم. في حضور جماهيري بنسبه 30%، شعبيه الانديه البرازيليه او الفرق البرازيليه اللي بتيجي في الدوحه كبيره جدا، وحتى كمان الفرق المكسيكيه. شفنا الموسم البطوله الماضيه فريق الرايادوس او فريق مونتيري المكسيكي، جمهوره الحقيقه عمل حاله رائعه جدا. الجماهير كانت موجوده وحاضره خلال هذه النسخه ودعمت الفريق المكسيكي اللي كان بيقوده المدرب أنطونيو محمد لو تتذكر، هو من أصول لبنانية وكان ند قوي جدا، وتعب فريق فلامينجو. فريق فلامينجو قدر يتجاوز مونتيري في الدور نصف النهائي بصعوبة علشان يوصل للمباراة النهائية، ولعب فريق ليفربول في المباراة النهائية. فبقول لك الجماهير هنا حضور نسبة 30% من ساعة الاستادات، ده مفيد جدا للفرق المكسيكية والفرق البرازيلية، لأن الجالية المكسيكية والجالية البرازيلية هنا مش قليلة
كلا، فده هيعزز من الطموح كلا الفريقين ويرفع سقف طموحاتهم. الاهلي المصري كمان الناس دي انت لو وقفت الشاشه عبد الرحمن هتقدر تعد العدد اللي موجود، يعني دول مثلا لا يتجاوزوا 50 او 100 شخص، لكن لولا ظروف كورونا انت ممكن تشوف الطريق المؤدي من الكورنيش للمطار متروس جماهير النادي الاهلي. طبعا نعم. دي الحافلات وصلت يعني يبدو بان اعضاء الفريق الاهلاوي في طريقهم الان للخروج من البوابه الرئيسيه لبوابه المغادرون في مطار حمد، او بوابه القادمون عفوا في مطار حمد الدولي. ونشاهد واياكم ايضا هذه الصور الجديده لرابطه مشجعين الاهلي اللي كنا نشاهدها قبل لحظات في استقبالها لفريقها فريق الاهلي. كابتن محمد عبد العظيم، كنت اتساءل واتحدث، هل البطوله نظريا وعلى الورق محسومه لبايرن ميونخ؟ لا طبعا، لا في ظل كمان زي ما الاستاذ محمد الجزار اللي انا شايف انه ما شاء الله عليه معلومات وموسوعه من المعلومات، زي ما قال ان ظروف كورونا ممكن تفرق كتير جدا في الفتره اللي جايه، يعني ممكن فرقه زي بايرن ميونخ يتغيب عنها كذا لاعب مهم جدا، ممكن النادي الاهلي نفس الكلام، ممكن كان سانتوس او بالميراس، ممكن يعني هتلعب دور كتير جدا جدا الظروف الكورونا اللي احنا عايشينها حاليا. فبالتالي اكيد يعني زي ما احنا عارفين ان البطوله اتلعبت تقريبا 16 مره غالبا، و 12 مره منهم راحت لاوروبا واربع مرات راحت لامريكا الجنوبيه، وللاسف افريقيا واسيا لم يعني يصفهم الحظ بفوز بطوله. ممكن يكون الرجاء البيضاوي طلع تقريبا الفاينل، لعب النهائي مع تقريبا مع بايرن ميونخ وطلع تاني حاجه زي كده، مش متذكر بالظبط، انما اكيد من الناحيه النفسيه ومن ناحيه طيب. الان تاتينا صور كابتن محمد من مطار حمد، ويبدو بان بعثه فريق الاهلاوي بدات بالمغادره لمطار حمد. شاهد الصور. اذا هذه هي الصور، بدايه الفريق الاداري او بعض اللاعبين، نعم بعض اللاعبين الان يغادرون مطار حمد الدولي في طريقهم الى مقر الاقامه كما ذكرنا سابقا. ويعني اوقات الجد بدات محمد، اوقات الجد بدات عندما تصل الى ارض البطوله، تبدأ أوقات الجد ويبدأ التركيز في قمته. نعم، والحمد لله القوة الضاربة للنادي الأهلي كلها موجودة. يمكن بعض الجماهير وضعت أيديها على قلوبها بعد مباراة بيراميدز الحقيقة بسبب الإصابة اللي تعرض لها محمد هاني، وكل كان قلقان خصوصا أنها في العضلة الخلفية، لكن الحمد لله اللاعب موجود أهوت وبشكل كويس. الحقيقة عجبني المنظر الجميل اللي موجود، النادي الأهلي اتصور صورة رسمية وعامل طقم كويس، واللعيبة بيفكرون الحقيقه اهم شيء الطعم الكويس. اهم شيء الطعم الكويس. لا الحقيقه الشياكه واناقه واخر جمال النادي الاهلي، وطبعا المهندس خالد مرتجي والاسطوره بيبو اللي بيتقدم بعثه النادي الاهلي، وهو اللي بيتراس البعثه. البعثه طبعا جايه على طائره خاصه مباشره من القاهره الى الدوحه بدون اي ترانزيت، وباذن الله نتمنى طيب الاقامه للنادي الاهلي. وعايز بس اشير عبد الرحمن على لقطه الجماهير، شوف الحماس الكبير قد ايه اللي موجود على وجوه الشباب، والحقيقه الشباب ديت بتواصل هم متعودين على الضغوطات عموما، يعني لاعبين الاهلي متعودين على بس الشباب دول عبد الرحمن بالذات الحقيقه انا شفتهم وشفت بيشتغلوا ازاي بقالهم فتره، رابطه النادي الاهلي برئاسه المستشار حسام ابو العيلة وسيمو وكل الشباب اللي موجودين الحقيقه لحد امبارح بس لحد الساعه 3 فجر سهرانين بيتمرنوا، بيجهزوا الاعلام وبيجهزوا اللافتات. والجمال بقى اللي جاي بعد الاوتوبيسات ما تتحرك، هنشوف حاجات جديده وافكار معموله هتبهر الناس ان شاء الله، ويا رب تكون موجوده على شاشه الكاس خلال اللحظات القادمه باذن الله. كابتن محمد، البعثه بطبيعه الحال نتحمد لهم بالسلامه انهم وصلوا الى ارض قطر، ولكن يعني ماذا يمكن ان تقول الان في ختام هذه التغطيه؟ والله في الحقيقه في الختام طبعا انا سعيد جدا جدا بوجودي معاكم في الأمسية الرياضية دي. طبعا أنا متأكد جدا أن قطر إن شاء الله تعمل أو هتنظم البطولة على مستوى عالي. أنا في الحقيقة كنت أول مرة أزور قطر كان في شهر 10 اللي فات، لا اللي قبل يعني من سنة كنت مع نادي 2019 كنت مع
كانت جايه لنا دعوه من الاتحاد القطري لكره القدم. انا كنت يعني كنت مدير فني للنادي النجمه اللبناني، وحصلت في الفتره دي كانت الثوره موجوده في لبنان، وكان عندنا مباريات الدوري اتاجل. فيعني بصراحه الاتحاد القطري ما بخلش على نادي النجمه وبعت لنا دعوه يعني شامله زي ما بيقولوا يعني بصراحه. فانا انبهرت طبعا بسباير والملاعب اللي موجوده، والاستادات كانت ساعتها لسه بتتبني. فانا متاكد ان شاء الله رب العالمين البطوله هتكون على مستوى عالي زي ما متعودين طبعا من قطر. وطبعا بتمنى التوفيق للانديه العربيه، اذا كان الاهلي المصري او الدحيل. وخلي بالك لو اكيد فرقه عربيه هتلاعب طبعا بايرن ميونخ، دايما بالبلدي كده بنقول كعب العرب عادي دايما على الالمان. يعني لو نتذكر قبل كده الجزائر لعبت المانيا في كاس العالم وكسبتها 2-1، ليه لا؟ ودايما الالمان ما بيعرفوش يتعاملوا مع الكره العربيه. فانا متفائل جدا جدا، مع اني كمان بتمنى التوفيق طبعا لبايرن ميونخ، لان انا طبعا كراجل شغال او كمحاضر في الاتحاد الالماني بتمنى لهم طبعا التوفيق ككره المانيه بصفه عامه. انما طبعا في الاخر القلب يحن شويه، فبتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي ونادي الدحيل وبايرن ميونخ وقرطان. مش عايز انسى برضه قرطان اللي هو يعني اكيد واخد جزء من تاريخي شخصيا يعني، والحمد لله بفضل الله عليا ان انا جبت معاه اول بطوله في تاريخ نادي قرطان. وان شاء الله كمان السنه دي هيعملوا اليوبيل الفضي، وكانوا كمان بصراحه يعني الناس تواصلوا معايا على اساس ان انا لو في وقت يكون ان شاء الله في الصيف، لو في وقت عندي ان شاء الله هقوم بزياره كوريا أولسان، وحاجه يعني طيب. تشرفني الحمد لله رب العالمين. تحياتي كمان ليك يا استاذ عبد الرحمن. شكرا لك يا كابتن. طبعا الاستاذ والموسوعه اللي انا استفدت منه كتير بمعلوماته ما شاء الله عليه الاستاذ محمد الجزار، واتمنى لكم التوفيق دايما. شكرا لك كابتن محمد عبد العظيم، كنت معنا من كولن الألمانية وتحدثنا باستفاضة حقيقة حول مونديال الأندية 2021. تحدثنا عن فريقي أولسان والأهلي، أيضا تحدثنا عن النهائي المرتقب غدا على كأس الليبرتادورس اللي سيتحدد منه بطبيعة الحال الطرف المشارك من أمريكا الجنوبية. تحدثنا أيضا عن الفريق المكسيكي تيغيريس اللي سيشارك ممثلا للكونكاكاف والكاريبي وامريكا الشماليه. بطبيعه الحال نتمنى حقيقه نحن هنا في قنوات الكاس الرياضيه التوفيق لجميع الفرق المشاركه بوجه العموم ولفريق التحيل بوجه الخصوص. شكرا لك كابتن محمد الجزار على وجودك معنا اليوم. لكن قبل لا اختم معاك، وعفوا كابتن محمد حفيظ، ابي منك توقع فقط لنتيجه التحيل والاهلي وبعدها بنودعك. بتاريخه وبخبرته. لا ما سمعتك كابتن. النادي الاهلي هيفوز. لا عطني توقع رقمي. توقع رقمي ما هو يعني هو يكون صعب، يا 1-0 يا 2-1. يعني فارق هدف وحيد محمد الجزار. 1-0 للنادي الاهلي. 1-0 للنادي الاهلي. المهم شكرا لكم جميعا، كابتن محمد الجزار، كابتن محمد عبد الحفيظ. الشكر موصول لحضراتكم. ما اعرف اذا نواصل او نختم. نواصل؟ طيب نواصل معك. في لقطة عايز اعلق عليها لو تسمح لي عبد الرحمن. قبل شويه الحقيقه لو تلاحظ كل اللعيبه وهي خارجه، اخر اثنين تقريبا والتر بواليا واحد اللاعبين اللي واقف منتظر خروج اخر لاعب، مش اداري الفريق ولا مدير الكوره ولا رئيس الجهاز ولا اي حد في الجهاز الفني. اللي واقف هو رئيس النادي شخصيا بيطمن على البعثه وبيطمن على لعيبته. الحقيقه محمود الخطيب وجوده في على راس البعثه للنادي الاهلي هتدي اللعيبه حافز كبير جدا. ولقطه جميله الحقيقه لفتت انتباهي، مشهد كويس جدا. وان شاء الله باذن الله نتمنى نشوف بطوله كويسه ومشاركه جميله للنادي الاهلي المصري وللدحيل القطري
المهم اعتقد ان مش هيكون في خسران للكره العربيه في المباراه دي، اللي نفوز واللي يكون اكتر اجتهادا ويعمل مستوى فني افضل ويتاهل ان شاء الله. نتمنى ونقول له انت بتحمل لواء العرب، شد حيلك وان شاء الله تعمل مباراه مشرفه قدام الفريق البافاري. يمكن وصول النادي الاهلي، النادي الاهلي دلوقتي هو تاني الواصلين، بكره باذن الله هيكون في الوصول فريق تيجريس اونال المكسيكي، وبعد كده هيوصل ان شاء الله فريق البطل كوبا ليبرتادوريس اللي يمكن هيوصل بدري شويه عن فريق البايرن اللي اخر وصوله. فدي طبعا لقطات الكابتن محمود الخطيب بيحيي الجمهور وبيحيي رابطه جماهير النادي الاهلي طبعا. نعم رابطه جماهير الاهلي الحقيقه اللي حرصت على التشجيع صوت كابتن طبعا افضل. إذن شاهدنا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لدى تحيته لجماهير وهذه الرابطة الفعالة والنشطة منذ تقريبا ساعتين ونصف من الآن كابتن، وهذه عادات جماهير الأهلي حقيقة تعودنا عليها في المدرجات في مباريات الدوري المصري، المباريات العادية وليست مباريات القمة قبل 3 أو 4 ساعات في الملاعب. لا بصراحة الأهلي واللي عارف جمهور الأهلي وحتى الزمالك حتى ما نظم يعني ما نظم حكم من الأندية الكبيرة يعني. بص عبد الرحمن، والروابط دائما بتكون فعالة. أنا عايز أقول رسالة مهمة جدا، وجود الأهلي المصري النهاردة في البطولة أو في الدوحة وبعد فترة من وجود فريق الزمالك وفوزه بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي ووصول الفريقين للمباراة النهائية دي حاجة كبيرة جدا وإنجاز للكرة المصرية، واعتقد ان ده ممكن يكون حافز ان شاء الله للمنتخب انه يكرر كمان وجوده او في بطولة كأس العالم ويتواجد في كأس العالم قطر 2022، وده الحلم بالنسبة لينا وبالنسبة لكل عشاق كرة القدم في مصر. فالزمالك قطب من اقطاب الكرة المصرية، لا ننكر قيمته ولا ننكر جماهيريته ولا شعبيته، ليه كل المحبة وليه كل الاحترام والتقدير، لكن دلوقتي احنا تركيزنا على النادي الأهلي. الأهلي هو ممثل مصر وممثل أفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية، لازم كل الناس تدعمه ولازم نغلق صفحة بطولة الدوري. يمكن أنت قلت الجمهور بقاله ساعتين ما سكتش، شغال تشجيع وشغال حماس والرابطة الناس اللي موجودين والناس اللي هم يمكن طبعا أنا عارف إن كان في ناس كتير جدا عايزة هي اللي تكون موجودة في المشهد ده، لكن الحقيقة التزاما بالتنسيق والاتفاق مع اللجنة المنظمة والجهات المسؤولة عشان يكون في سيطرة على الوضع. أنت ظروف زي كده عبد الرحمن نجاحك انك تسيطر على الوضع تعمل المنافسات لكن لازم تكون بملم باللي بيحصل واخد بالك من كل حاجه صغيره وكبيره، لان اي غلطه او اي تلامس او اي حدوث اي اقتراب من لاعب او اي حد ممكن يعمل لك مشكله كبيره جدا ويهدد مستقبل البطوله. لكن الحمد لله الناس ملتزمه والناس دي بتستعد للحظه دي منذ 21 نوفمبر الماضي، شغالين على هذه اللحظه من خلال برنامج عملوه وخطه استراتيجيه، والحمد لله ماشيه لحد دلوقتي بشكل كويس وباذن الله تكمل على خير. التحيه لمحمود الخطيب بيبو بيبو، دي رساله حب واضحه او رساله تاكيد على مدى العلاقه اللي بتربط هذا الاسطوره وهذا النجم الكبير اللي بيترأس او بيقود دفه النادي الاهلي وبين جمهور النادي الاهلي. محمود الخطيب تعرض لضغوط كبيره جدا وتعرض لانتقادات خلال الفتره الاخيره ومن القاسي والداني، كل الناس كانت بتهاجمه لكن قدر ان هو يحافظ على فرقته، قدر ان هو ياخد قرار جريء ويجيب مدرب كويس النادي الاهلي كان محتاجه، مدرب عنده خبره بطولات افريقيا وفايز بدوري الابطال افريقيا. وعلى فكره موسيماني المدرب الوحيد من المدربين الستة اللي سبق ليه المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية سنة 2015 مع سان داونز، فبالتالي البطولة مش غريبة عليه ولا البطولة جديدة عليه، ده ممكن يكون حافز أكتر ودافع للعيبة الأهلي وعنصر من عناصر الخبرة اللي ممكن ترجع كفة النادي الأهلي. طبعا دي مراسم الوصول قدامنا على خلنا نعيش أجواء ونعود للحديث مرة أخرى.
إذن تابعنا وياكم مشاهدينا الكرام هذه الأجواء الرائعة وهذه الأجواء الجماهيرية الكبيرة وكأننا في أحد الاستادات محمد. أي والله. كأنك في استاد كبير وكأنك في انطلاقة مباراة. كأنك في الثالثة شمال. الثالثة شمال ده المدرج الشهير للنادي الأهلي، الحقيقة تشجيع بحماس كبير جدا، وعايزين نوضح للناس إن الناس اللي موجودة ديت كان لازم
وجودها في اللحظات الأخيرة وفقا لموافقات الجهات المعنية وبالتنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة. فكل الأمور كانت ما كانتش محسومة، فالعدد اللي موجود في المطار ده هو العدد اللي كان مسموح به، وإن شاء الله في أعداد تانية موجودة في النقاط، فإن شاء الله كل الناس تستمتع، وأتمنى يكونوا فرحوا بالصورة الجميلة. يمكن بس لفت انتباهي الحقيقة في كذا مشهد في لقطات الاستقبال. أولا بعد مشهد الكابتن محمود الخطيب اللي راح وحيا الجمهور وأكد على العلاقة الطيبة جدا اللي بتربط ما بين رئيس النادي أو محمود الخطيب كأسطورة وبين جمهور النادي الأهلي، مهما حاول البعض أنه يقول أن العلاقة دي فيها فتور. اللقطة الثانية الجميلة الحقيقة كان هتاف مجموعة المشجعين باسم مؤمن زكريا. لا يمكن تختزل كابتن راي مثل هذا في مجموعة صغيرة من الجماهير. لا ما هي أنا أتفق معك أنه رمز وأنه اسم كبير وأنه اسم تاريخي، ما نختلف متفقين، ولكن هذه مجموعة من الجماهير، ممكن هي جماهير هذه محبة أو ما بينها وبين كابتن محمود الخطيب اي فتور، لكن هناك جزء اخر في بينه وبينه فتور. لا جمهور الاهلي، جمهور الاهلي كله بحب محمود الخطيب ودايما بيحترم قياداته وبيحترم رموزه، حتى وان كان الشكل العام او كابتن. الانتقادات ما نقدر نقول الكل، لان رضا الناس غير لا تدرك، ما تقدر تقول الكل. لا ما انا يعني حتى لو الفريق انا بقول لك ما خلى ولا بطوله، ممكن تلاقي بعض الاعداء او بعض يعني غير الاعداء، بعض الغير راضين على على, على اداء النادي. دي النقطه اللي انا بقول لك عليها. الناس بتحب الأسطورة والقيمة والراجل اللي هو صاحب التاريخ، لكن هتنتقد أو أنا شخصيا بختلف، ممكن أختلف مع الكابتن محمود الخطيب في ناحيته الإدارية أو في إدارته لبعض الأمور، لكن ما أقدرش أختلف وعليه إن هو أسطورة وأحد الأسماء الكبيرة جدا والنجوم الكبيرة للنادي الأهلي والأساطير للنادي الأهلي وللكرة المصرية. دي النقطة اللي أنا بكلمها. فبقول لك المشهد الثاني اللي كان جميل جدا هو مشهد الهتاف باسم مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي اللي تعرض الحقيقة لظروف صحية صعبة، فجمهور النادي الأهلي النهاردة بيتذكروا بيكرموا حتى تكريم معنوي، فدي من اللقطات الجميلة. اللقطة الثالثة الحقيقة الالتزام الكبير جدا من مجموعة المشجعين اللي موجودين، ما فيش ولا واحد قدام الحاجز، كل الناس ملتزمة بالتشجيع بالشكل الصحيح. والحقيقة لازم نحيي رجال الأمن والدور الكبير اللي بازلينه الفريق أو مجموعة المشجعين أو النقطة دي من نقاط المشجعين الكتير اللي موجودة للنادي الأهلي، موجودين منذ ساعات مبكرة بعد صلاة الجمعة، لكن الحياة كانوا حظوا بالترحاب وشايف عبد الرحمن بيتوزع عليهم عبوات المياه، فالحياة مشهد جميل جدا، مشهد صورة متكاملة نسعد أنها تكون موجودة، وعلم مصر مرفوع إلى جنب علم قطر. أنا أعتقد كابتن بأن جمهور الأهلي سيكون النجم رقم واحد في هذه البطولة إن شاء الله. على الرغم أن هناك وجود يعني فرق كبيرة وأسماء كبيرة، لكن أيضا من خلال ما شاهدت اليوم وفقط في استقبال فريق مجهود كبير وأيضا روعة على مستوى الهازج والتنظيم. كابتن محمد عبد العظيم، ما بين محمود الخطيب وما بين الفريق الموجود، هل تعتقد بأن الشيء الأصعب الآن في هذه المرحلة هو تكيف الفريق سواء اللاعبين أو الجهاز الفني مع هذه الظروف وهذه التقييدات الكبيرة بسبب جائحة كورونا؟ هل تعتقد بأن في حال وصل الفريق إلى 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 مراحل متقدمة أيام عديدة، عدم مغادرتهم للفندق، عدم مغادرتهم إلى أماكن كثيرة، ستكون الحلقة الأصعب برأيك؟ لا أنا بالعكس، في البداية طبعا لازم أحيي الأسطورة كابتننا الكبير كابتن محمود الخطيب، اللي انا يعني بديله في حاجات كتير، يعني بالفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا كنت هو اول من حببني في كره القدم بصراحه. يعني اللي ما شافش محمود الخطيب وهو بيلعب اعتقد ان هو يعني ما شافش حاجات كتير جدا في كره القدم او فاته الكثير في كره القدم. محمود الخطيب من بدايه لعبه لحد وقتنا هذا الرجل يعني ما شاء الله عليه، قمة في الاحترام وقمة في الهدوء. جماهير كرة القدم في مصر بأكملها، كان أهلي أو زمالك أو إسماعيلي أو من جميع الفئات أو من جميع المشجعين، كلهم بيحبوا محمود الخطيب، عارفين قد إيه إنه هو شخصية محترمة. محمود الخطيب قدر إن هو في السنة الأخيرة دي قدر إن هو ينتقل من النادي الأهلي إلى عدم الاستقرار، الشبه عدم الاستقرار، إلى الاستقرار التام، وفوزه ما شاء الله عليه بالثلاثية دلوقتي. دي بالنسبة للكابتن طبعا محمود الخطيب.
بالنسبه للتكيف والتاقلم زي ما قلت لحضرتك ان النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي حتى في ظل الظروف اللي احنا عايشينها دي بيعرف يتاقلم كويس جدا. اللاعب المصري لما بيكون بيدخل معسكر او بتكون في حزم زياده عن اللزوم، مثلا عن اللزوم حزم زياده، بيقدر يطلع كل حاجه عنده. فزي ما شفنا قبل كده 2006 2008 2010 كان دايما الكابتن حسن شحاته اللي طبعا يعني كل الاحترام والتقدير ليه طبعا وتحيه مني ليه، مدرب كبير على مستوى عالي ما شاء الله عليه، كان بيعمل معسكرات دايما. كل المعسكرات ال 6 8 و10 كانت كلها مغلقه وكانت بتفرق كتير جدا مع اللاعب المصري. اولا من ناحيه التركيز ما فيش تشتيت طبعا، بيبقى مركز في المباراه، عند الجهاز الفني عنده وقت كافي ان هو يقعد مع لعيبته ويديهم التعليمات. بالنسبه للجهاز الفني كمان عنده وقت كتير جدا ان هو يقعد ويدرس الفرق الثانيه. يعني اكيد انا شايف ان هي من الايجابيات اللي هتكون موجوده. طبعا مش عايز انسى طبعا جمهور النادي الاهلي اللي انا شايفه اللي انا شفته يعني او اللي انا حسيت بيه او سمعته. النادي الاهلي يعني اللاعب رقم واحد مش رقم 11 في مصر او بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي انا شفته سنه 2015 كنا بنلعب طبعا مع نادي الزمالك في ابو ظبي بطوله السوبر. طبعا نادي الزمالك نادي كبير ومحترم وجماهيره عريقه. شفت قد ايه النادي الاهلي متواجد بكميه غير طبيعيه سواء كان داخل الاستاد او خارج الاستاد. نفس الزمالك برضو، نادي الزمالك برضو جماهيره كانت متواجده برضو جوه الاستاد وخارج الاستاد. انا عايز اقوله ان الجمهور المصري بجميع فئاته بيحب كرة القدم، وأنا متأكد كمان إن جماهير نادي الزمالك تتواجد لتشجيع النادي الأهلي حتى مع جماهير النادي الأهلي. النادي الأهلي أو جماهير النادي الأهلي أنا متأكد بنسبة 100% اللي هم يعني يكون عامل كبير جدا لنجاح البطولة من الناحية الجماهيرية. وطبعا أنا بتمنى التوفيق وبتمنى طبعا كان نادي الدحيل أو النادي الأهلي أو جميع الأندية المتواجدة التوفيق. نعم، شكرا لك كابتن محمد عبد العظيم المحاضر في الاتحاد الألماني لكرة القدم في هذه التغطية المباشرة اللي استمرت تقريبا قرابة 3 ساعات. شكرا لك كابتن محمد. قبل أختم معك، العفو كابتن محمد، التحدي الأكبر بالنسبة للفرق التكيف مع هذه الظروف، تعتقد أن هذا واحد من التحديات الكبيرة أيضا؟ إن شاء الله. وأعتقد عبد الرحمن أن كل الظروف مهيئة واللجنة المنظمة والدولة كلها بشكل عام بتساهم أن البطولة دي تخرج بأفضل صورة وتوفر الأجواء لكل الفرق الرياضية. يعني دائما الفرق كابتن موزيز. المشاركين في بطولات خارجية متعودين على يعني بعض الأوقات خارج الفندق خارج المعسكر، هذا الآن ما عاد متاح موجود بسبب جائحة كورونا. صحيح، فكل لاعب دلوقتي لازم يتكيف مع الأجواء دي ولازم يبقى عارف أنه هو جاي خلاص داخل في معسكر مغلق. فترة البطولة طوال تواجده في البطولة هي معسكر مغلق، ما فيش مسموح به غير بأي شيء لكرة القدم. وزي ما قلت لك في بداية الحلقة أن ده ممكن يكون دافع وحافز لتقديم الأفضل. كل الأمنيات إن شاء الله بالتوفيق لكل الفرق المشاركة. نعود إلى مطار حمد الدولي مرة أخرى، ولكن هذه المرة رفقة مراسلنا عبد الله العمادي وبعض الأجواء مع رابطة النادي الأهلي. تفضل عبد الله. نفس ما عودتكم قنوات الكاس الرياضي وكاميرات قنوات الكاس الرياضي أنكم تنقلكم لأرض الحدث والاستمتاع معنا عشان تشوفون الأجواء الحماسية اللي موجودة أيضا في مطار حمد الدولي. ورئيس الرابطة معاي حسام أبو العلا، يا مرحبا فيك. بداية يعطيكم ألف عافية على الحماس، على الإثارة، هاي نقدر نقول الحماس ما قبل اللعب. الحمد لله رب العالمين. والله الحماس ده الحمد لله موجود من قبل اللعب، من يوم ما عرفنا وتأهلنا الحمد لله رب العالمين وفزنا بكأس أفريقيا. وبصراحة الحمد لله رب العالمين لولا جهود قطر، بنشكر قطر بجد على اللي عملوه معانا وسمحوا لنا ان احنا نتقابل فريقنا. كان حلم لكل اهلاوي موجود في قطر انه يستقبل فريقه ويدعمه في بطولة هي اعلى بطولة على مستوى العالم على مستوى الأندية. فالحمد لله رب العالمين، ده فضل كبير جدا وبنشكر ربنا عليه. شعوركم في حال النظرة الاولى للفريق والابطال وصولهم ابطال افريقيا لوصولهم واستقبالهم؟
حلم اي اهلاوي ان هو يدعم فريقه، حلم اي اهلاوي. الاهلي دايما عودنا على البطولات والانتصارات، فهو جاي ان شاء الله بامر الله جاي من بطوله رقم 9، رقم حصري او رقم تاريخي على مستوى افريقيا، وجاي هنا ان شاء الله بدعم جمهوره بندعمه علشان يحقق ان شاء الله كاس العالم للانديه بامر الله رب العالمين. احساس لا يوصف بجد، الحمد لله. توقعاتكم الاهلي المصري الى اين سوف يصل في هذه البطوله؟ هو في فرق بين التوقعات والامنيات. الامنيات ان شاء الله بامر الله احنا بنطمح للكاس بامر الله رب العالمين، لكن في انديه قويه ان هنقابل نادي الدحيل. نادي الدحيل فريق قوي وما شاء الله عنده عناصر قويه جدا. ربنا يسهل يا رب ان شاء الله ونقدر نتجاوز نادي الدحيل، بس طموحنا ان شاء الله نوصل للنهائي بامر الله رب العالمين. التوفيق لجميع الانديه وان شاء الله نشوف متعه على ارضيه الملعب. الحمد لله رب العالمين، يعني انا بس الحمد لله يعني ان شاء الله بامر الله نوصل للنهائي وناخذ الكاس بامر الله. كل التوفيق ان شاء الله. اذا ايضا المقابلات مستمره صراحة. لازم نعطيهم حقهم، لازم نعطيهم نقدر نفس ما نقول التشجيع اللي كان موجود في أرضية ميدان مطار حمد الدول. أيضا معنا اللقاء الآخر كابتن محمد سمير. شوف محمد سمير، شوف ما أقول محمد، كابتن محمد يعطيك ألف عافية على يعطيكم ألف عافية كلكم أساسا على الجهود وأيضا الحضور والدعم الفريق فريق الأهلي بطل أفريقيا في مطار حمد الدولي. والله دي أقل حاجة تتقدم للأهلي، يعني إحنا لو على الأهلي إحنا نقدم له يعني نقدم له حياتنا كلنا. يعني عايز أقول لحضرتك إن الناس في قطر هنا عندها حالة شغف غير عادية بالنسبة لاستقبال النادي الأهلي، ولو كان علينا كنا نتمنى طبعا كل الأهلوية اللي موجودين في قطر أكثر من 100,000 أهلاوي يكون موجود معانا في الاستقبال، وأكثر من 120,000 متفرج يكون موجود معانا في الاستاد كمان إن شاء الله. ولكن التدابير الاحترازية والظروف كورونا اللي احنا موجودين فيها حاليا للأسف منعانا، وبنشكر كل الجهات المعنية في دولة قطر سواء كانت اللجنة المنظمة والجهات الأمنية أو الجهات الصحية. كل الناس بصراحة حاولوا ان هم يذللوا كل العقوبات اللي كانت واقفة قدامنا، وبس ان شاء الله بإذن الله الجزء اللي هيتوفر في الاستاد لتشجيع ودعم النادي الأهلي اكيد هيكون خير دعم ليه، وزي ما بنقول يعني الأهلاوي الواحد بمليون صوت ان شاء الله في الاستاد. اكيد اذا كل التوفيق ايضا لكم جميعا وموفقين ان شاء الله. اذا ايضا اللقاء المميز اللي راح اقول انا شوف شوية راح ننالك، يعطيكم ألف عافية على هذا الحضور، شعورك بحال وصول الأبطال ودعم فريقك أن تشوفه بطل في بطل أفريقيا وأيضا وصوله مع أبطال العالم. بإذن الله نشوف فريقنا بأفضل حال. أولا تحياتي لقناة الكاس ولكل المشاهدين، نشوف فريقنا بس في دوحة الخير ده شيء عظيم لينا، وإحنا ورا فريقنا بإذن الله يعني، وطموحنا كبير جدا أن إحنا ناخد الكاس وبإذن الله ناخد الكاس. بس وصول الأهلي لدوحة الخير هو شيء كبير وعظيم لنا احنا جمهور الأهلي ورا جمهور الأهلي في أي مكان وفي أي وقت. يعطيكم ألف عافية ونتمنى لكم أيضا التوفيق، ونتمنى أيضا لجميع الأفرقة والأندية المتعة والإثارة والأفضلية للبطل بإذن الله. بإذن الله الأهلي هو هيكون البطل بإذن الله. بإذن الله إذا احنا مع الأهلي طول، بطل أو من غير بطل احنا مع الأهلي دايما. معروف جمهور الأهلي جمهور وفي لفريقه، ودوم الأهلي ما مقصر أيضا مع البطولات في حكم. عمر الأهلي ما كان لينا سبب غير طول عمر الأهلي سبب فرحتنا، يعني مهما كانت الأزمات الأهلي هو اللي بيفرحنا دايما. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك يا رب. إذن أيضا راح ناخذ اللقاء الأخير مع الكابتن، حياك كابتن مجدي، يعطيكم ألف عافية على الحضور. شعورك نبي ناخذ شعورك بكل ريحية، شعورك في مقابلة فريقك، شعورك في استقبال البطل. والله في الأول نحب نشكر دولة قطر على الاستقبال الروعة اللي هي نظمته والمسؤولين تمام. أما كشعوري كأهلاوي ومواطن عايش في قطر شعور جميل جدا، أول مرة أحسه من ساعة ما جيت قطر بصراحة، ومبسوط جدا بالنادي بتاعي، ومبسوط كمان إن البطولة دي منظمة في قطر إن شاء الله. إذا أيضا خلينا نتكلم أيضا عن توقعاتك بشكل سريع على الوصول لفريق الأهلي مع المستوى الحالي أيضا. والله هي هتبقى إجابة إن شاء الله إجابة يعني إيه ديمقراطية شوية. أنا أتمنى إن أنا يبقى لي قلبين أشجع النادي الأهلي والدحيل القطري مع بعض تمام،
وان شاء الله الفايز هنقول له الف مبروك، والخسران هنقول له هارد لك ان شاء الله. كل التوفيق ويعطيك الف عافيه. الله يعافيك الله يعافيك. اذا مشاهدينا هذه كانت الاجواء هذه كانت الاجواء اللي بس ما تشوفون خلفي ايضا المتعه والاثاره من ارضيه مطار حمد الدولي، وراح تكون مستمره ايضا معاكم الى ارضيه الملعب. العوده اليك الاستوديو. إذن شاهدنا وياكم هذه اللقاءات وهذه الصور المباشرة التي كانت تأتينا من مطار حمد الدولي رفقة مراسلنا عبد الله العمادي. شكرا لك عبد الله العمادي اللي أجرى لقاءات مع بعض الجماهير، ولفت انتباهي كلمة من الجماهير بأن نادي الأهلي هو سبب سعادتنا، وبالتالي عندما تكون كرة القدم سبب رئيسي في سعادة الناس فهذا يعني يكون من أقصى درجات المهنية الرياضية تحديدا عندما يكون بالفعل نادي سبب سعادة. يا محمد يكون من ضمنهم النادي الأهلي، عشان كده الناس بتحب الأهلي، وعشان كده بنحب النادي الأهلي، وفريق كبير فريق عظيم. أدي له عمري وبرضه قليل، يعني تخيل عمري كله أدي للنادي وده قليل عليه. شوف قد إيه الناس دي بتحب النادي الأهلي، شوف الجماهير دي بتحب النادي الأهلي. جمهور الأهلي عبد الرحمن مش سيكون هو بالفعل من دلوقتي النجم رقم واحد لبطولة كأس العالم للأندية. شابوه، أنا متأكد من هذا الشيء، حضر وعمل المجهود وعمل الصورة الجميلة دي. يعطيكم ألف عافية، هنيئا لكم بهذا النادي يا محمد. شكرا لك محمد الجزار الصحفي والمحلل الرياضي. ختام مركز الأخبار مباشر، وفي سياقه كانت التغطية الأولى لحدث بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في ضيافة قطر. نلتقي في موعد لاحقة مع الدعوات للجميع بالصحة والسلامة. السلام عليكم ورحمة الله.